بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية هذا اللقاء أو في نهاية اللقاء من هذه المادة، طبعا أوجه بجزيل الشكر للدكتور هاني البنا على إتاحة هذه الفرصة المتميزة التي طبعا لم نأخذها في الدبلومات الماضية، وهي المحاضرة أو الفسحة الإثرائية. أريد أن أعرج فقط على موضوع أكاديمية الرواد الإلكترونية. طبعا أكاديمية الرواد هي أكاديمية إلكترونية رائدة في النهوض المجتمعي، هي أكاديمية إلكترونية متخصصة في التعليم عن بعد، تسعى للنهوض المجتمعي من خلال المنصات التفاعلية عبر الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي والشبكات المجتمعية. أكاديمية الرواد تضم عدد من المنصات، تتمثل هذه المنصات بتسع منصات تخصصية. هذه المنصات طبعا أسردها بشكل سريع: المنصة الأفق السياسية، المنصة التربوية، منصة مفكر كلنا دعاة، منصة المرأة، منصة التكامل الإنسانية، ومنصة الإدارة والاقتصاد الإسلامي. هذه المنصات تسعى إلى إحداث تغيير جذري مجتمعي، إلى وضع قيم ثابتة، إلى طرح مبادرات فاعلة، إلى تحقيق التكامل والاستقطاب والتطوعية، إضافة إلى بناء المؤسسات. طبعا نحن كون هذه المؤسسة، خلينا نقول اللي هي الأكاديمية، تضم منصة المرأة، كان بالإمكان حشد كل القدرات والطاقات نحو هذه المنصة، إلا أنه كان هناك آراء مختلفة. بما أنه نحن شركاء، يعني بما أنه نحن متطوعين وشركاء في هذا العمل المتميز، إلا أنه نحن لم نستطيع أو لم نقبل بانحسار فقط العمل النسائي ضمن منصة المرأة، ووافقنا الأخوة في ذلك، فكان الانضمام إلى المنصات الأخرى كالمنصات الأخرى خارج منصة المرأة. أتحدث فقط بشكل مختصر عن طبعا منصة تكامل الإنسانية. هي منصة إلكترونية إنسانية عالمية تنموية، تسعى إلى إحداث التغيير الجذري، وخاصة بالجانب الإنساني والخيري. تضم عدد كبير من الناشطين والناشطات داخل هذه المؤسسات، إضافة إلى الاهتمام بمراكز العلمية وتحقيق التكامل بهدف تحقيق التكامل والتنسيق واستخدام الوسائل الإلكترونية. المنصة لها رسالة، هي منصة ورؤية وقيم، أهم القيم الإنسانية: الشفافية، التكامل، المبادرة، والتميز في مجال العمل الخيري والإنساني. رؤية المنصة هي تهتم في الجانب العمل الإنساني والخيري، تسعى إلى رفد كوادر وطاقات من الشابات والشبان المتطوعين في هذا المجال بهدف تحقيق التناسق، التنسيق والتكامل والتطوير في مجال العمل الإنساني، وفتح آفاق جديدة ومبتكرة لزرع القيم وإلى إحداث أثر إنساني في خلينا أقول المنصة لا تهدف إلى تحديد بقعة جغرافية واحدة ولا صنف ولا فئة واحدة، هي فئة الرجال مثلا دون النساء، وإنما كان هناك في تشارك. يعني على العكس، منصة التكامل الإنسانية كان من المميز فيها أنني أنا استلمت المنصة فيها كمنسقة، واستطعت خلال حقبة زمنية قصيرة أن أنجز، ولله الحمد والفضل، عدد كبير من الإنجازات والتميز في هذه المنصة. المنصة احتوت أو تم تنفيذ بها 3 دبلومات. الدبلوم الأول هو دبلوم العمل الإنساني، الدبلوم العمل الثاني هو دبلوم العمل الإنساني والخيري، والدبلوم الثالث هو دبلوم العمل الإنساني والخيري الدفعة الثالثة. استطعنا في هذا الدبلوم أو في هذه الدبلومات أن نحدث أثر إيجابي كبير في مجال العمل التطوعي والعمل الرسالي. كان هناك مشاركات كبيرة من النساء للأمان، في خلينا نقول خلف الكواليس، فكان في عندنا مشاركات نسائية في عدد من الورشات، في تنظيم بعض الورشات الموجودة داخل المنصة، إضافة إلى أنه تم استقطاب عدد كبير من النساء المتخصصات في مجال العمل الإنساني والعاملات في مجال العمل الخيري والإنساني. أريد فقط أن أتحدث عن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها في هذه المنصة. مشروع خلينا نقول الفيديو الرسالي والدبلومات المتخصصة هاشتاجات تأثيرية، إضافة إلى مشروع الاستقطاب، هو أهم مشروع في المنصة. طبعا
أعرج فقط على اللي أصبح الرجال للإخوة على منصة المرأة المسلمة. منصة المرأة طبعا تضم أيضا عدد من النشاطات والندوات إضافة إلى دبلوم القيادات المجتمعية الإنسانية. استطعنا أيضا كنساء أن نحقق إنجاز كبير في هذا الدبلوم. الدبلوم كان عبارة عن طبعا تخصصات مختلفة، أهم التخصص الإداري، التخطيط المؤسساتي، الجانب الدعوي والتربوي، الجانب النفسي والأسري والإعلامي، إضافة إلى الجانب الحقوقي وإضاءات حول حقوق المرأة المسلمة. الجانب الفكري، هناك عدد من المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمرأة. بالنسبة للهدف الأساسي أو الرؤية المستقبلية للنساء داخل الأكاديمية، نسعى إلى رفض الكوادر النسائية المتخصصة ضمن هذا المشروع، ضمن مشروع وبوتقة واحدة تضم جميع النساء في لن أحصر فقط البقعة الجغرافية في الوطن العربي. أي أخت ناشطة في أي مجال وخاصة الكوادر الأكاديمية، يعني نحن دائما نهتم بالكوادر الغير يعني غير أكاديمية، أما الكوادر الأكاديمية للأسف لم يكن هناك أي جهة استوعبت هذه الكوادر واستطاعت أن تحقق مشروع مستقبلي لها، يعني حسب تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية. أيضا هناك دعوة إلى إنشاء اتحاد دولي تساهم فيه المرأة بإحداث تغيير جذري في مختلف التخصصات، ليس فقط المرأة محصورة في التخصص الدعوي أو في مجال التعليم، هناك تخصصات تستطيع المرأة أن تضع بصمة كبيرة فيها وتستطيع أن تحدث أثر إيجابي في التغيير المجتمعي. فيعني هذا الأمر جدا مهم، يجب على المنظمات والمؤسسات المجتمع الدولي أن تساهم في هذا الموضوع مع مراعاة التنوع الجغرافي من كافة بقاع الوطن العربي أو خليني أقول الدول الإسلامية. الاهتمام بالمشاريع الاقتصادية، يعني هنا أيضا أريد أن أعرج على موضوع هام جدا بالنسبة للاقتصاد الخاص بالمرأة. دائما في جميع المنظمات والمؤسسات الخيرية تسعى إلى الاهتمام بالفئة النسائية القادرة على، يعني خلينا أقول في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، تعليم المهن الاقتصادية البسيطة. لم أرى إلا في بعض دول الخليج المشاريع الريادية الخاصة بالاستثمارات الاقتصادية الكبيرة. يعني لماذا المرأة في هذا الموضوع يجب أن تكون على جنب؟ فنحن نريد مشاركة نسائية في مشاريع كبيرة اقتصادية تستطيع فيه المرأة، خاصة المرأة في بلاد الحروب، أن يكون لها بصمة، أن تكون لها خليني أقول قوة اقتصادية تستطيع في ذلك إعالة نفسها وإعالة غيرها. أتمنى يعني للجميع التوفيق في المشاركات والمداخلات القادمة. طبعا لا أريد أن أخذ مساحة أكثر من وقتي حتى لا أطيل عليكم، ويعني يكون هناك الوقت والفسحة لمشاركة جميع الأخوة والأخوات. عندنا الآن الأخ المهندس فواز، تفضل أخي. أنا انتهيت دكتور، جزاكم الله خيرا. شكرا شكرا سيدتي الكريمة، وأيضا شكرا للمحاضر الأستاذ الدكتور هاني الذي أمتعنا للحقيقة بالمحاضرات السابقة، وكانت كلها بالنسبة لي شخصيا معلومات للمرة الأولى أسمعها. أولا أريد أن أعرف عن نفسي، أنا فواز الحموري من الأردن، موظف متقاعد من وزارة التربية والتعليم، كنت مديرا للعلاقات الثقافية والبعثات والأمور الدولية، الآن أعمل أمين سر في جمعية خليل الرحمن، أنهيت للتو دبلوم مكثف في دراسات اللاجئين من جامعة اليرموك، وأيضا قبل يومين أيضا شاركت في المؤتمر الذي أنشأته إحدى الجمعيات الخيرية، وهو كان دور الجمعيات الخيرية في تنمية قيم العمل الحر والريادة. أرغب فقط بثلاث مداخلات إذا سمح للدكتور. من خلال هذه المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، لاحظنا الدور المطلوب والمهم للجمعيات الخيرية للانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الإنتاج وتعزيز المشاريع الإنتاجية في الجمعيات الخيرية، وهذا يستدعي أيضا تأهيل القيادات التي تعمل في الجمعيات الخيرية ومنها القيادات الشابة. لاحظنا أن هنالك مهارات كثيرة دكتورنا وللسامعين
تنقص من يدير العمل الإنتاجي، منها المهارات المحاسبية، مهارات مسك الدفاتر، مهارات الترويج، ومهارات التسويق. في بهذا الشأن أنا مداخلتي عن تأهيل القيادات الشبابية التي سوف تتولى أمور الجمعيات الخيرية. وجدنا دكتورنا والجميع هنالك ضعف عام وليس خاص في الجمعيات الخيرية، لأن الشباب هو يعتقدون أن العمل في الجمعيات الخيرية هو مظهر اجتماعي وليس عمل متخصص. أريد فقط أن أقول، وكان الدكتور قد أمتعنا بمحاضراته السابقة بقبول شروط الجهات المانحة. لدي هنا يعني مداخلة بسيطة، دكتورنا في بعض الجمعيات الخيرية هي لا ترضخ للشروط ولكنها تحاول أن تلبي الشروط للحصول على التمويل المناسب. مداخلتي هنا، كيف نستطيع أن نوازن ما بين هذه الشروط والتي أحيانا لا تضر بشكل عام بالجمعية، وأيضا بالشروط المانحة للجهات الدولية التي تقدم هذا التمويل، لأنها في النهاية تريد أن تغلق المشروع على شكل تقرير، فتطلب من الجمعية الخيرية أن تمدها ببعض الشروط التي تنفذت أو تحققت ضمن خطة العمل. شكرا لكم. تفضلي يا أخت أميرة. نعم، أنت عايزني أجاوب ولا تكملي أنتو؟ نعم دكتور. الآن أحد من الأخوة يريد المداخلة. الأخت الأستاذة مؤمنة عبد السلام، موجودة يا أستاذة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتورة، تفضل. الله يحييك، الله يعطيك العافية دكتور، وحقيقة أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء محاضرتك مع الأخوة والأخوات في نهاية هذه المادة الشيقة جدا. أحب أعرفكم على حالي، أنا اسمي مؤمنة عبد السلام من سوريا، بحث الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي والبلوكشين في المصارف الإسلامية، حاصل على ماجستير إدارة أعمال وماجستير بالمصارف الإسلامية والتكنولوجيا المالية، وأيضا ماجستير في علوم البيانات. أعيش في تركيا تقريبا من 5 سنوات. بدأت العمل الخيري والإنساني تقريبا من 11 سنة، من وقت الثورة السورية ما بدأت، وتنقلت بين العديد من الأعمال والمدن وأيضا المنظمات. أعمل الآن منسقة لمنصة الإدارة والاقتصاد الإسلامي في أكاديمية الرواد الإلكترونية، والحقيقة يعني من خلال عملي الطويل في هذا المجال وجدت أنه في نقاط، خليني أسميها، تحتاج إلى جهود كبيرة بعالمنا العربي والإسلامي، منها الإدارة، منها التسويق، منها الإعلام، منها أيضا الأبحاث، المؤشرات. كل هذه الأمور تصب جميعها في رفع المستوى الاقتصادي للأماكن التي فيها الثورات أو فيها الأزمات البيئية أو فيها المجاعات. فمع الأسف الشديد أن عالمنا العربي والإسلامي بحاجة للكثير الكثير من العمل ومن توحد الجهود ومن التدريب، سواء للشباب أو للنساء تحديدا، كون النساء هن عم يكونوا دائما هن الحلقة الأضعف في هذه الأماكن، حيث ممكن بشكل مفاجئ تفقد زوجها، تفقد أبيها، تفقد أخيها، تفقد أبنائها حتى. هذا كله يحتاج منا جهود أكبر في أن نحدد
وين النقاط التي يجب أن نعمل عليها سوية، سواء في تأهيل هؤلاء الأشخاص أو برفع سوية الحالة الاقتصادية لديهم، وأيضاً بتأهيل هؤلاء الفئة من المجتمع أن يكونوا قادرين على أنه يعيلوا نفسهم بنفسهم بدون المساعدات. ومن التجربة السورية أنا لا أخفيكم أنه المساعدات كان لها تأثير سلبي ظاهر على الفئة التي تتلقى هذه المساعدات. المؤشرات بعد عدد من السنين أظهرت أنه هؤلاء الناس في جزء منهم غير قادر حتى على التفكير أنه يأهل نفسه أو يدرب نفسه أو يعمل أو حتى يأمن قوت يومه، بسبب أنه المساعدات عم تيجي لعنده على باب البيت، وهي مؤشرات كبيرة خطيرة على المجتمع. الأولاد حيتعلموا هذا الشيء وحيتوالد جيل عن جيل، فنحن عم نخسر فعلياً حيوية هاي الفئة المجتمعية ونشاطها وقدرتها على الاستمرار وقدرتها على التفاعل مع المجتمع، قدرتها أنها تكون فئة منتجة حتى. ما بعرف قديش ما وقت أختي أميرة. فأنا بتمنى حقيقة أنه يكون في تعاون أكثر، يكون في دراسات محددة لحاجة الفئات المجتمعية هذه بالتحديد، ماذا تحتاج، ويتم تقديم الدورات التي تؤهلهم أنهم يكونوا أشخاص فاعلين لأنفسهم وللمجتمع. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله ما أكون طولت عليكم. أنا عندي دلوقتي في 6 أو 7 أشياء يا أخت أميرة، لو أنت عايزاني نأخذ الوجبة دي عشان نرد عليها وبعدين بعد كده تفتح. طيب، أول حاجة التمكين، كان في منك أنت التمكين الاقتصادي للمرأة، وده تكرر في أكتر من مداخلة من الأستاذ اسمه يا ربي من الأردن، وكذلك الأخت في الآخر الأخت مؤمنة. وده بيرتبط بدرس الحاجة الواقعية واللي هو ورفع اللي هو الوعي ورفع كذلك اللي هو القدرات، بناء القدرات. في حاجة احنا لابد نؤمن بها، ان المعونات اللي بتجيلنا بتحولنا الى مش مستفيدين، مستهلكين، عالة تحولنا الى عالة، يعني معتمدين على الوجبة الغذائية، معتمدين على اللي هو القيمة المادية اللي بتتفرض عليها المؤسسات، وقاعدين ما بنعملش حاجة. وده اللي احنا لقيناه في كتير جدا من المخيمات او من المدن اللي اتبنيت في الداخل السوري، ان حتى الناس كانوا رافضين انهم يقوموا باي عمل داخل المدينة السكنية الجديدة، لما يعتمدوا ان الجمعية اللي عملت لهم مؤسسة دي اللي عم المدينة دي هي واخدة فلوس من مانح ولا بد يتقوم بالخدمات كلها. فالمساعدات اللي بنتكلم عنها دي حولتنا احنا من شعب منتج كشعب سوري او كشعب يمني او كأي شعب من الشعوب الى شعب مستجدي معتمد، يعني شغل كان اصلا عنده قدرة على الانتاج الى شعب مستهلك. هنا في نقطة يمكن اكون ذكرتها قبل كده، هو اول حاجة لابد الجمعيات تهتم بحاجة نسميتها الأسواق الشعبية. وأنا قاعد بغني الأغنية دي من سنين، يمكن من 6 أو 7 سنين من قبل الكوفيد طبعا، في أماكن أخرى كتيرة جدا، ولما أخواننا نتعلم من إنشاء البازارات اللي ممكن الأسرة في البيت اللي هي بتقودها الأرملة أو المرأة اللي زوجها المرأة المعيلة إلى آخره، إنها تأجر طاولة في هذا المكان وتبتدي تحرك رأس المال البسيط بتاعها
على مستوى الإيجار اليومي في السوق الشعبي، وده ممكن سهل جدا يتعمل في الداخل السوري أو في أماكن أخرى، مجرد أنها حتة أرض وفيها عريشة، والعريشة دي تحتها طاولات، وكل طاولة بتؤجر باليوم. ده بالنسبة لأسهل شيء ممكن نجعل فيه دورة رأس المال للأسرة تنتقل من مكان إلى مكان إلى مكان، ونبني بها اقتصاد محلي. الأمر الثاني اللي احنا، وده طبعا ده شيء أنا مؤمن به جدا، لأن احنا عندنا هنا في بريطانيا اللي بيسموها بريطانيا العظمى، ما زال السوق الشعبي ده موجود وبتتأجر الطاولة دي باليوم. فإذا كان الإنجليز اللي هم بيقولوا عنها بريطانيا العظمى، إذا كان بريطانيا العظمى بتقول كذا، ما زال الناس عندها بيجوا يأجروا من البلدية الطاولة في السوق الشعبي ده باليوم. دي نمرة واحد، عشان خاصة العائلات اللي ما عندهاش قدرة على أنها تأجر كشك أو تعمل دكان تكسب العيش. نمرة اثنين من المساعدة للإنتاج، ودي كانت الجزء اللي اتكلم فيه أخونا من الأردن، أخونا فواز، مش كده؟ وده مهم جدا إن احنا نغير السياسة دي بقى. وده بالنسبة لي، عشان جزاكم الله خير، المشاريع الصغيرة يا أخ غياث تختلف عن اللي أنا بقوله. السوق الشعبي بيخلي زوجتي أنا أو أولادي أنا برأس مال بسيط جدا يحركوا الموضوع ده، وده ده نجح جدا في مع السوريين في مصر. وكنا بنشوف طاولات البسبوسة وطاولات البقلاوة وطاولات الكنافة قدام المساجد في ربعة، قدام مسجد ربعة العدوية، وقدام مسجد اللي هو الحصري في مدينة 6 أكتوبر، إلى أن تحولت هذه الصينية اللي خارجة من البيت إلى دكاكين، وإلى دلوقتي في سلسلة من المحلات لهؤلاء الناس اللي بدأوا بالصينية. وده يختلف عن إيه؟ المشاريع الصغيرة اللي بتتكلم عليها يا أخ غياث. المشاريع الصغيرة دي تكون مؤسسة بترعاها، لكن دي الأسرة ممكن ترعى اللي هو رأس المال اليوم بتاعها، ممكن يكون مثلا 500 ريال، يسموها إيه، 1000 ليرة، 2000 ليرة، 3000 ليرة، يكون في متنوع الأسرة. النقطة الثانية بتاعت اللي احنا بد ان احنا نطالب بتغييرها، ان سياسة الأمم المتحدة او سياسة الدول العظمى في المنح اللي بتقول لك ده شيء للمساعدة الإنسانية فقط، مش هنديك حاجة طالما في صراع مسلح. احنا نقول لهم لا، احنا قلنا قبل كده، هو وده برضك حاجة من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها من سنين، ان هو نظرية 70-30. يعني ايه 70-30؟ يعني أنا أقول أنا حصرف 70% من المنحة بتاعة الإغاثة على عمل تقليدي إغاثي اللي هو أكل وشرب ولبس وإيواء إلى آخره وصحة، وال30% هستعمل به لو عمل إغاثي غير تقليدي اللي هو في بناء القدرات، بناء المجتمعات، بناء البلديات، مساعدة المشاريع الصغيرة دي كلها في أماكن ما فيهاش اللي هو الصراع المسلح اللي موجود. زي ما يكون مثلا نضرب المثل في منطقة زي إدلب أو المنطقة اللي حواليها، غير المناطق الأخرى اللي بيحصل فيها الصراعات المسلحة. وما ننظر لمثل هذه الأشياء، لابد إحنا نفرض هذه السياسة ونقول كلنا جميعا لابد أن تصرف 30% من منح الإغاثة العاجلة اللي احنا نسميها quick response أو نسميها maintain response على أشياء آخر متنوع، عشان نحل في مشكلة ما بعد اللي هو انتهاء الصراعات المسلحة. ده نمرة اتنين بالنسبة لأخونا فواز. نقص المهارات دي موجودة في كل حتة، حتى في الجمعيات اللي هي مسجلة في مصر، في الأردن، في المملكة العربية السعودية، في اليمن، في كذا 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 إلى آخره. فده لابد يكون جزء أساسي من عمل المؤسسة في الميزانية بتاعتها، اللي هو التدريب والتأهيل والأبحاث إلى آخره. ثقافة المجتمع اللي بيقول لك اللي شغالين في العمل الإغاثي ده تطوع، أو العمل المجتمعي ده تطوع. أيوه بيبدأ بالتطوع، لكن في النهاية أنا لازم أعطي مرتبات لهؤلاء الناس، لازم أنمي قدرات هؤلاء الناس، لازم أحولها من شيء مبادرة زي ما بنتكلم فيها إلى عمل مؤسسي، وإلا مش هيستمر الأمر. ونقول لهؤلاء الناس نغير ثقافتهم، العمل الإنساني والعمل الاجتماعي أصبح الآن مهنة وحرفة، وتدرس الأطر بتاعتها في كافة الجامعات في العالم كله، وفي ناس كتير جدا مبدعين فيها على مستوى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وكتير من الدول في العالم كلها، وأخذوا جوائز نوبل إلى آخره. فإحنا ما نبصش للعمل الإغاثي اللي هو
العمل الخير ده على انه مش مهنه، هو مهنه زي انا قلت لك اكثر مره، زي الطب وزي الهندسه وزي الزراعه وزي التعليم الى اخره الى اخره، زي الصحه الى اخره. فطبعا ده مهم جدا ان احنا نحاول نخلي المجتمع بتاعنا نغير الفكر بتاعه عن العمل الخيري اللي موجود. شروط المانح دي معضله، ولن نحل هذه المشكله الا اذا تكاتفنا وقلنا لا، وتعلمنا اننا نقول لا، ولما يتعلم مش هيتعلم يقول لا عمره ما هيقبل الا بالشروط اللي مفروضه عليه. وحكايه ان كل واحد فينا يلف من ورا الثاني عشان ياخد المنحه ده كلام مفروض. لابد يكون لنا تكتلات، ولابد يكون لنا اوراق عمل، ويكون لنا اوراق بحوث فيها نقول لا مش هناخد المنحه دي. لا عليك لابد تغير الثقافه بتاعت المنحه بتاعتك من خلال ثقافتنا المحليه نطبقها، قيمنا، اخلاقنا، فلسفه فكرنا، تاريخنا الى اخره. والا كل منحه والله العظيم الذي لا اله الا هو، كل منحه تاتينا سواء من الشرق او الغرب او الشمال والجنوب زي ما قلت قبل كده فيها ثقافه وفيها فكر وفيها فلسفه وفيها قيم وفيها عقيده وفيها تاريخ. المانح اللي بيديك ويقبلت وما قبلتوش مش هنقدر نغير ده ونقول الا لما نقف كلنا وقفه رجل واحد ونقول لا، ونبتدي نبني التكتلات ونبني المنتديات ونبني الائتلافات. رفع المستوى الاقتصادي للمجتمعات اللي بنشتغل فيها ده لازم يبدأ من أول المساعدات اللي بتجيلنا والحرب بادية. لازم ناخد منه جزء 30% ده ونبني بيه أي حتى لأن القدرات، لأن بناء القدرات جزء من بناء الاقتصاد، بناء القدرات بتاعت الناس جزء من بناء الاقتصاد. فده بالنسبة للمرأة المعيلة أو بالنسبة للأسرة عامة أو بالنسبة للشباب. ليه؟ لأن إحنا لو إحنا نظرنا لعدد الشباب السوريين اللي خرجوا وهم عندهم 5 سنين دلوقتي عندهم 16 سنة أو عندهم 10 سنين دلوقتي عندهم 20 سنة، مين اللي أهلهم؟ مين اللي دربهم؟ مفيش حد، لأن كل الفلوس اللي بتجي لنا أكل شرب نايم لبس، خلاص الشاب قاعد بيلعب على التليفون بتاعه، قاعد بيسلك سلوك غير كريم في بعض الأحيان إلى آخره إلى آخره، فبتضيع قدرات الشباب إلى آخره. فلابد من أول يوم نقول 70-30% وكلنا نقولها بصوت واحد وكأننا نؤذن لعصر جديد للعمل الإنساني المحلي والعمل الإنساني الإقليمي والعمل الإنساني الدولي، وإحنا نفرض فيه ثقافتنا وآرائنا. ولن تفرض الثقافة والآراء والفكر والفلسفة وبتاعتنا احنا والقيم بتاعتنا والأخلاق إلا إذا اتحدنا، إلا إذا اتحدنا وأصبح لنا رؤية وأصبح لنا رسالة وأصبح لنا كلنا بنتكلم بنفس اللغة وبنفس الإيه الثقافة بتاعتنا. ده بالنسبة اللي هي بناء الاقتصاد. في آخر حاجة اللي هو دراسة الحاجة. طبعا دراسة الحاجة دي أصبحت يعني فرض يعني زي ما تقول إيه، مش هنعرف نبني أي شيء من غير ما نعرف إيه حاجة المجتمعات اللي هنشتغل فيها إيه. فالفلوس اللي بتصرف في الأبحاث، الفلوس اللي بتصرف في التواصل ما بيننا وبين الاخرين، الفلوس اللي بتصرف في بناء الشراكات، الفلوس اللي بتصرف في بناء الائتلافات دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا لابد نقعد في حي واحد في 10 او 15 او 20 جمعيه كل واحده فيها بتستخبى من الثانيه وبتشتغل نفس الموضوع، بتكفل نفس اليتيم، بتكفل نفس الارمله، مش متواصلين مع بعض، فبيحصل فيها اهدار غير عادي. فلابد جزء من معرفه الحاجه اللي هو درس الحاجه المجتمعيه ان يكون في تواصل. واصبح التواصل دلوقتي يا شباب وكلكم شباب ان شاء الله هو من المعلوم من الدين بالضروره، وهو كلمه لا اله الا الله حينما يدخل الاسلام. اللي ما قالهاش اللي يخش العمل الانساني وعمل اجتماعي مش عايز يتواصل ما يخشوش، مش عايزينه مش عايزينها، لانها هتهدر الاموال. وده يعتبر مصيبة إن المال ده مش مال الجمعية ومش مال رئيس مجلس إدارة، حتى مش مال المانح، ده مال الفقراء اللي لو أهدرت والله الذي لا إله إلا هو هنتعلق من رقبتنا يوم الدين أو من كعبنا يوم الدين، وهنحاسب حساب الملكين على كيف لم نتواصل مع من كان في الحارة اللي جنبنا أو في الشارع اللي جنبنا، وإحنا وهم كنا بنعمل نفس العمل أو نقوم بنفس المشروع. فتهدر المال في الحارة دي وهذا المال في الحاله دي، وتكرر الانفاق على نفس المشروع ونفس الاسره مره واثنين وثلاثه. انا كده انتهيت، فخذي الوجبه الثانيه يا اخت اميره. بس تسمح لي
اسمحي لي أنت أميرة بس مداخلة صغيرة مع الدكتور. تفضلي. دكتور الحقيقة يعني أنا أسست مركز بحثي والآن بحكي عن المؤشرات في هذا المركز، أنه فعلياً المؤشرات تقول أنه على أرض الواقع جميع الجمعيات تعيل هذه العوائل والأيتام بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبدون تنسيق نهائي مع بعضهم، فنحن بحاجة يا جماعة إلى تعاون كتير كبير بين الجمعيات وحتى نعرف حاجة هذه العائلة. أيضاً ليس فقط الناس اللي بالداخل السوري أو الناس اللي بداخل اليمن، أيضاً هذا الجيل الجديد اللي طلع مثل ما ذكر تفضل الدكتور، طلع وهو صغير وكبر وضايع، ما عنده لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. أيضاً المؤشرات تقول أن هذا الجيل كامل بحالة خطر، يجب العمل على دراسات منهجية وفق تعاليم الدين الإسلامي وبالتعاون مع الجميع حتى نضع لهم برامج عملية تضعهم في نفس إطارنا كعالم إسلامي حتى ما ينحرفوا. الآن مؤشرات الانحراف لجيل هذا الصغير كبيرة جدا، والسبب إنهم ضايعين، مو سبب إنه هن بدهن يكونوا هيك، هن ضايعين، ما في لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. هوية. لكن هذه الضغوط والظروف اللي مرقوا فيها جعلتهم هن وأهلهم يضيعوا. فنحن إذا ما تكاتفنا من مراكز أبحاث، من منظمات، من عاملين، من عاملات على وضع برامج تعليمية أكاديمية شرعية دينية اجتماعية، سنخسر جيل كامل سواء بسوريا أو بفلسطين أو باليمن أو بالعراق أو بالسودان، بمعظم العالم الإسلامي مع الأسف الشديد. شكرا شكرا. أخت أميرة. الأستاذة لينا أحمد إسماعيل. الأخت لينا، أستاذة لينا موجودة؟ أنا موجودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا لينا أحمد إسماعيل، مقيمة بإسطنبول، بشتغل بمنظمة التعامل الإنساني والتنمية بهدى بقسم العلاقات العامة. المنظمة اللي بشتغل فيها حاليا بتقدم كثير مساعدات في المجال الإنساني، منها التنمية المستدامة وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب، والأهم المجالات اللي بنقدم فيها هي المجال التعليمي مثل دورات حكومية وتأهيل معلمين وغيرها للأطفال الموجودين بالمخيمات وبالقرى النائية بالداخل السوري. قبل ما أطرح سؤالي أو قبل ما أحكي عن أي شيء، حاب أشكرك دكتور كثير وأشكر القيمين على هذا الدبلوم وعلى الفرصة المميزة اللي عم بتقدمونا إياها، وأنا بتابعك من زمان ومعجب كثير بمسيرتك الإنسانية دكتور، وبتمنى دايما أنه نكسب منك الكثير. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. مثل ما بنعرف أنه التعليم والدعم التربوي كثير مهم لبناء الأجيال ومستقبلهم، الدعم النفسي والتأهيل النفسي كمان برأيي كثير مهمين، خصوصا للأطفال المعرضين للأذى النفسي أو العنف، والأطفال اللي يعانوا بعمر صغير من قصص كثيرة حتى إنسان راشد ما بيقدر يتحملها. طبعاً الأذى النفسي، خليني أقول إنه هو أذى نفسي لحتى كنا عم بستخدم المصطلح الأضبط، مفهوم واسع وأسباب كثيرة. يعني غير العنف المنزلي مثل العنف المجسد النفسي، نحن اليوم صار عنا أسباب عديدة مع الأسف، مثل الحروب، فقدان الأهل، الضغوطات النفسية، المشاكل الاقتصادية، الحرمان من أبسط الحقوق، كطفل ما قادر يحصل على أبسط حقوقه. أدت هالأسباب كلها لحصيلة كبيرة من أطفال غير مستقبلين نفسياً وعندهم أذى نفسي كتير كبير. وما ننسى طبعاً فترة كورونا الكوفيد 19 اللي أثرت بشكل كمان كتير كبير وكتير سلبي على الأطفال بالعالم كله. فأنا كنت حابة أطرح هالموضوع مشان نعرف من باب خبرتك الكبيرة والواسعة بالمجال الإنساني بشكل دقيق أكثر عن الطرق اللي ممكن نحن نستخدمها لندعم أطفالنا اليوم، إن كان بالمخيمات أو برا المخيمات،
وعن أهمية تأهيل الأهل كمان، مش بس الأطفال، يعني الأهل نقدر نأهلهم لحتى هم يساعدونا كمان أكثر، إنه نحن ننقذ هالأطفال من فينا نقول المشكلة الكبيرة اللي عم بيعانوا منها اليوم. وهل الجمعيات المتخصصة بالدعم النفسي للأطفال هي بس اللي بتقدر تعمل هالخطوات، أم نحن كمنظمة إنسانية نقدر بخبراتنا الموجودة نأثر على هذا الموضوع؟ شكرا كثير دكتور. أعتقد في أخت ليلى حقوق ولا حقوق؟ أخت ليلى. معكم دكتور. أيوه. هتتكلم في الموضوع ده بعد كده هو. وإحنا في الدورة عملنا محاضرة يا أخت عن اللي هو وجوب إنشاء وحدة للدعم النفسي في كل المؤسسات القادرة على إنشاء وحدة، لأن 90% أو 80% من الأفراد اللي بتعامل معهم في المجتمع هم محتاجين لدعم نفسي. فجزاك الله خير، وإن شاء الله نسمع بعد كده الأخت ليلى إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. تفضلي أخت أميرة. تفضلي أستاذة ليلى. يسعد مساك. وصلت ليلى؟ تفضلي يا ليلى. من البداية دكتور. ربنا يبارك فيك. الله يسلمك. يسعد أوقاتكم جميع. أنا ليلى حقوق من سوريا، إرشاد نفسي، أدرس حاليا ماجستير إرشاد نفسي تربوي. بدأت بالعمل الإنساني داخل سوريا من سنة 2007، عند بداية الثورة كمان انخرطت بالعمل الإنساني مع النساء السوريات النازحات. خرجنا إلى تركيا، التحقت طبعا بجمعية بالبداية مؤسسة دعم المرأة، وحاليا أنا أعمل في جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية كمنسقة مشاريع. أنا عندي تجربة بالنسبة لمشروع كنا عم نحكي بالبداية عن. يا ليلى افتحي قلبك وكلمي بصراحة وما يهمكيش حد. لا لا ما راح أفتح قلبي طبعا. لا وكلمي بصراحة كمان. هلأ أنا بالنسبة لي النساء السوريات أو النساء بشكل عام، يعني اللي هن يعني نتاج الكوارث والثورات والحروب، هن الأكثر الفئات المتضررين من الحرب والكوارث. فمنا المعتقد منا زوجة الشهيد، منا أم الشهيد، منا فهي الفئة من النساء تعرضت كتير لأذيات، سواء كانت نفسية وسواء كانت جسدية. بالنسبة عن فئة رح أبدأ من قصة النجاح وكيف نوصل لقصة النجاح هاي. عندنا نحن أنا عم بتعامل مع فئة النساء الناجيات من المعتقل، واللي هن أكثر النساء تضرر وأكثر النساء أذية، اللي تعرضوا للتعذيب داخل السجون، واللي كان أشد من عذاب السجون هو كان العذاب لما انخرجوا من السجون ولقوا المجتمع اللي رفض إنه يتقبلهم، سواء كان الأهل، سواء كان الزوج، أو سواء كان المجتمع المحيط بشكل عام، تعرضوا قولي تعرضوا حتى للاستغلال من المجتمع المحيط. فلما في إحدى الصبايا يعني أو إحدى المستفيدات اللي كانوا عندي يعني بالمشروع، لما نعرفوا المجتمع المحيط اللي جنبهم إنه هن النساء خارجات من المعتقل، فصاروا يتعرضوا يعني يتحرشوا بيهم جنسيا، الاستغلال والتحرش، ويعني مما أدى إلى أذيات نفسية أكثر من اللي تعرضوا لها داخل المعتقل. بدينا مع الفتيات مع النساء ببرنامج متكامل، كان هو برنامج يشمل دعم النفسي، كفالات إنسانية، تمكين مهني، توعية مجتمعية. ربطنا موضوع الكفالات مع الدعم النفسي، وأنا دائما من مؤيدين إني أنا أدعم ماديا بالتوازي مع الدعم النفسي، لأني أنا لما بدي أدخل على سيدة وإلا تعي لأقدم لك أنا برنامج دعم نفسي، فهي حتقول لي عطيني ربطة خبز أطعمي أولادي وبعدين تعي دعميني نفسيا. فنحن ربطنا هدول المشروعين، ربطناهم بالبداية مع بعضهم، أني أنا أعمل لأستقرار نفسي ولو كان بسيط، استقرار نفسي أمن له
أجار بيتها، أمن لها فواتيرها، أمن لها دراسة أولادها، أمن لها الأكل والشرب لعائلتها. وبالتوازي أنا عم أقدم لها هاي الدعم النفسي. قدمنا برنامج دعم نفسي متكامل ل 250 سيدة من النساء الناجيات من المعتقل من خلال برنامج لأجلها. وصلنا مع فئة من النساء اللي وصلوا فعلا لمرحلة التعافي، نحن وعم نشتغل معهم سواء كان بالدعم النفسي ولا بالتمكين المهني، ولا قدمنا لهم لأنه دورات، قدمنا لهم برامج توعية متكاملة. فوصلنا معهم بالنهاية، لأنه من خلاصة المشروع، من خلاصة 250 مستفيدة، كان في عنا 85 سيدة هن كبار بالسن، ما حسنا أصلا يعني ما بيحسنوا أصلا غير قادرات على العمل لأنه فعلا عندهم أزيات جسدية، وكبار في منهم يعني كبار بالسن عندهم مقعدات. فهدول إنه خلاص هدول إنه يعني استثناء من المشروع، هن كفالات دائمة بشكل مستمر لأنه فعلا هن بحاجة للكفالة المستمرة. أما الجزء اللي نحن اللي أنا يعني حابة أحكي عنهم اللي هن العشرين مستفيدة اللي نحن أصبحوا من خلال 3 سنوات بالتعامل معهم رائدات أعمال، دخلوا بمجال السوق العمل التجاري. قدمنا لهم منح كمشاريع، بدأوا بالمشاريع منهم أصبحت هلأ الآن يعني مديرة روضة، هي تملك روضة كاملة لألا، منهم أصبح عندهم مطبخ كامل هن عم يقدموا وجبات. والآن يعني العشرين مشروع هن الآن ساريين العمل، ونحن عم نتابعهم عن بعد، يعني عم نتابع نجاحاتهم. فهي النجاحات هي يعني حصيلة برنامج متكامل. أنا يعني ضد أني أنا أقدم دعم نفسي بدون ما يكون هذا الدعم مرتبط ببرنامج متكامل يقدم الدعم المادي ويقدم التمكين المهني ويقدم توعية مجتمعية لحتى المحيط اللي حول النساء إنه يكون في عنده توعية إنه أنا هاي المرأة لازم أطلعها من قوقعة العادات والتقاليد و لحتى إنه يحسن يكون قادر إنه يساندها لحتى تطلع تنخرط بالعمل وسوق العمل. فنحن أنا بالنسبة لي أعتبر أنه 20 مستفيدة من 250 مستفيدة هن قصص نجاح. يعني أتمنى أنه جميع الجمعيات أنه ينفذوا نفس العمل ويشاركونا ممكن نحن أنه نشارك بمسيرة عملنا من خلال مشروع لأجلها. يعني بصراحة أنا بتمنى حتى يعني كان عندي يعني حلم لما كنت عم بشتغل بالمشروع أنه يكون عندنا أكاديمية أنه يلتحق فيها هاي النساء، يعني ياخذوا فيها كل البرامج اللي قدمت بمشروع لأجلها، ولكن برامج تكون متكاتفة الجهود بين أكثر من جمعية أو ممكن تكون منسقة بين الجمعيات كاملة، أنه أي حدا من النساء اللي نحن منشوفها أنه هي قادرة فعلا عندها الإمكانيات سواء كان الخبرة ولا الإمكانيات ولا المهارات أنه تلتحق بهاي الأكاديمية ويصير عندها مشروع الخاص، ونحن بنكون عم ننتج مشاريع وراء مشاريع وعم نبني إنسان وراء إنسان. أنا هي المداخلة تبعتي وشكرا لاستماعك. ممكن تعليق أخت أميرة بعد إذن حضرتك وأنت القائدة النهاردة؟ أفضل. في نقطتين أتكلم فيهم، أنا نقطة هتكلم فيهم بحرقة قلب. شايفين الوردة اللي أنا لابسها دي وعلى أغلب الجاكيتات بتاعتي دي وردة السلم والسلام والحب في البوسنة بعد مذبحة سربنيسا، وبعد أن اغتصبت أكثر من 40,000 فتاة وامرأة اغتصاب منهج لمدة شهور في معسكرات. كانت فتوى الشيخ القرضاوي ربنا يديه الصحة أن الابن للفراش، يعني معناها الابن اللي هتخرج بيه كانوا بيكبروهم أنهم معزف في المعسكرات لمدة 5-6 أشهر عشان الأخت لما تخرج ما تسقطش نفسها. الأخت اللي بتولد ولد ده يبقى ده ينسب لأبيه، مش الأم تتخلى عن بنتها أو الأب يتخلى عن بنته أو الزوج يتخلى عن زوجته. لا، ده مجتمع فاسد فكريا وفاسد عقيديا. لذلك الكلمة اللي أنت قلتيها يا أخت نايلة دي قطعت رقبتي من وريد لوريد، إن أنا أخرج من معتقل أهنت فيه وسجنت فيه وعذبت فيه
وكمان والعياذ بالله اغتصبت فيه عشان انتوا يا اخواتي وقرايبي وعشرتي ويا اهلي تغتصبوني كمان. ايه البلاوي الزرقاء اللي احنا فيها دي؟ مشكله فكر مجتمع بيعتبر ان المراه اللي خارجه من السجن دي هي تعتبر مطيه سهله. ده فكر لازم يتغير طبعا. ده يكون شو اللي هو اولويه المشايخ اللي هو يدافعوا عن هؤلاء الاخوات اللي هم اضطروا انهم يعتقلوا او يسجنوا ظلما وزورا وعدوانا. فدول مجرمين وسفلة وانجاس. لو انتوا شايفينهم حواليكوا في المناطق اللي انتوا فيها في بعض الاماكن في تركيا تقول له انت رجل نجس ورجل مجرم ورجل تستحق نعل الجزمة القذر على وشك على طول. نمرة واحد. نمرة اثنين، بالنسبة للتمكين المجتمعي نرجع مرة أخرى على مستوى الأسرة يا أخت ليلى. بمعنى إيه؟ بمعنى الست الكبيرة في البيت دي ممكن ولا أعمل أي حاجة بإيديك أي شيء، بس نعرف نسوقه لها يا حد. زي ما اتعلمت من بعض التجارب للأقليات اليهودية في أوروبا، كان بيحصل إيه يا شباب؟ إن كانوا بيروحوا للقرية اللي اغلبيتها مثلا من المجان اليهوديه، يعملوا ايه؟ يقول لهم والله انتوا انتجوا اللي انتوا هتنتجوه، واحنا كل يوم ولا كل اسبوع هنيجي بعربيه ناخد المنتجات بتاعتكم نبيعها لكم في السوق بتاع ايه؟ بتاع المدينه، وهناخد النسبه بتاعتنا اللي هي 10% او 5% او 15% اللي هي بتاعت المواصلات والبيع، ونرجع لكم الباقي الاسبوع اللي بعده. فلابد يكون في دوران رأس المال عن طريق حتى الست العقدة للبيت، تعمل أي شيء أي شيء عشان كله بسيط، بس نستطيع أن ناخده منها عشان نوصله للسوق الشعبي اللي أنا اتكلمت عليه قبل كده. يا أخوانا بيبدأ الاقتصاد معناه إيه؟ وأنا مش متخصص في الاقتصاد، هو قدرة الإنسان على الإنتاج، ويحضر ده إمتى؟ بانتماء هذا الإنسان للوطن وللفكرة والعقيدة والمجتمع والتاريخ والثقافة والحضارة بتاعته. فلذلك القدرة على الانتاج ان شاء الله يكون بيعمل اي بس شيء بسيط، ويبقى في الربط ما بين ناخد المنتج نوزعه في الاسواق الشعبية، او الاسرة القادرة انها تنزل نفسها تبيع في الاسواق الشعبية. انا طولت عليكم، تفضلي اخت اميرة، جيب الاخت او الاخ المشارك نمرة 6. استاذ زكريا عبد الحميد من سوريا، تفضل استاذ زكريا. ده اسمه مصري، مش اسمه سوري ده. نعم أستاذ زكريا معنا. نعتز، السلام عليكم. نعتز ونفتخر أن نكون يعني مصريين لوجود أمثالكم. وأنا سوري كمان. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. حياكم الله. آمين يا أبا عمي. أخوكم آمين. وتلميذكم ومحبكم في الله زكريا عبد الحميد من سوريا. الدراسة هي أدب إنجليزي ثم كلية دراسات إسلامية. طبعا لدي العديد من التجارب في العمل الإنساني مع عدة جهات. بصراحة أنا يعني رأيت أن جميع الإخوة والزملاء والزميلات بارك الله بهم يتحدثون عن تجربة العمل الإنساني والمنظمات يعني والتجارب التي مروا بها، وأنا لن أضيف يعني شيئا جديدا سوى بعض الإضافات على ما تفضلوا به زملائي. وبارك الله بكم أستاذنا الكبير يعني أستاذ هاني، يعني كنت دائما رمز لنا نحن السوريين في مجال العمل الإنساني، ويشرفنا يعني أن نكون من تلاميذكم في هذا الدبلوم الطيب. بصراحة أنا سأتحدث عن نقطتين. يعني النقطة الأولى هو الدور الذي يعني لعبته المنظمات العاملة في المجال الإنساني هنا في الداخل السوري. طبعا أنا متواجد في الداخل السوري، يعني من حيث هل هو سلبي أو إيجابي. يعني أحد الزميلات أو ربما يعني زميلتين ذكروا أن المنظمات العاملة في المجال الإنساني يعني لعبت دورا في تحويل المجتمع السوري، وهو يعني كلنا يعلم يعني المجتمع السوري هو له دور فاعل، يعني وأبناء المجتمع السوري لهم دور فاعل في المجتمع سواء داخل سوريا أو خارج سوريا. لكن الذي حصل أنه تم ربط المجتمع السوري كاملاً وخصوصاً في الشمال السوري بموضوع السلة الغذائية، وهو موضوع حولنا من أناس فاعلين إلى أناس كسولين ننتظر دائماً
رأس الشهر يعني كما نقول في العامية حتى يتم استلام هذه السلة. وللأسف يعني مع انفتاح المنظمات أكثر على المشاريع التنموية يعني لم تكن هذه المشاريع يعني تلبي الطموحات. يعني أنا استغربت الآن من الزميلة التي تحدثت قبل قليل عن المشاريع التي يعني طرحوها والنتائج الإيجابية اللي حصلوا عليها. والله نحن موجودين هم في الداخل، أنا بدي أتحدث شوي بالعامية اسمح لي أستاذي. نحن موجودين هون في الداخل، يعني معظم المشاريع لا تلبي الطموحات. يعني اليوم تعلمنا دائما من مصطلحات العمل الإنساني، يعني بدل أن تعطيني سمك يعلمني كيف أصطاد، فنحن ما لمسناه حقيقة يعني هذا الأمر. يعني مثلا عم تفضل زكريا. الصوت مو من عندي. عفوا استاذه تهاني، يعني لو سمحت المايك، انتبهي الى المايك، فتح معك كذا مره لو سمحت. يعني انا نعم الان مثلا يتم مثلا التوجه الى مشاريع تنمويه او دعم مشاريع صغيره في المجتمع، لكن يعني اللي عم يصير بصراحه بعض المنظمات عم تطرح مثلا مشروع تدريبات مهنيه. انا ما لي يعني لا لي مزاج او مراق في هذا الامر، مع ذلك حتى استفيد من نهايه الدوره ومن المبلغ المالي اللي راح يعطوه من الادوات اللي راح يقدموها، انا بروح بسجل. انا ما بروح بسجل بغايه انه انا اطلع صير فاعل بالمجتمع. يعني في احد الاجتماعات هون في الداخل السوري، اجتماعات تنسيقيه بين المنظمات ايضا، مثلا تم طرح التاهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصه. يعني لطالما تحدث زملائي كثيرا عن دور المنظمات، انا يعني افرد طرحا لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصه والتاهيل المهني لهم. تفضلت زميلتنا ايضا قالت انه عم يتم عطاء جلسات دعم نفسي مثلا لمجموعه من النساء. هؤلاء النساء يعني بقول لك اعطيني ربطه خبز بدل ما تجي تعمل لي دعم، قبل ما تجي تعمل لي جلسه دعم نفسي. ونحن لاحظنا كثير من برامج الدعم النفسي المهمه، لكن برامج الدعم النفسي تاتي يعني بعد او بالتوازي مع انا امن له حياه كريمه لهذا الشخص اللي بدي انا اجي اطرح له برنامج دعم نفسي. فانا عم بجي على هذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصه، بدي اعمل له برنامج دعم نفسي، هو بالاساس ما عم بيوجد قوت يومه، ما عم بيلاقي ربطه الخبز او حق ربطه الخبز. فهون ايضا عم بيصير في دور سلبي. كثير من المنظمات يعني مو من ضمن سياسات او مشاريع يعني الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه وتاهيلهم مهنيا. ايضا نقطه اخرى هي موضوع التعليم. التعليم في سوريا يعاني يعني معاناه كبيره مع المنظمات، لا يتم تسليط الضوء عليه ابدا، ولا يتم يعني الاخذ به الا يعني بما ندر. يعني حياء بصراحه انا بحسب متابعتي للوضع التعليمي في الداخل السوري، يتم يعني توقيع مشاريع تعليميه او تبني مدارس تعليميه وتوقيع شراكات مع يعني حياء. والمعلم اليوم هو الأقل أجراً والأقل دعماً في المجتمع، وهذا الشيء يعني عم بيكون له انعكاسات سلبية بصراحة خطيرة على المجتمع. يعني حتى نحن اليوم هون أستاذنا العزيز، الطالب الجامعي اللي عم يدرس جامعة واللي عم يتعلم واللي عم ينجح من الثانوية وبينتقل للجامعة، أول حلم تسأله شو حلمك أو شو هدفك، بيقول لك أنه يتوظف في منظمة. يعني أصبحت المنظمة هي نقطة جذب إلى فقط. يعني ورغم أنه نحن كلياتنا وأنت أستاذنا يعني تعرف أنه المنظمات قادرة يعني على طرح مشاريع يعني واسعة ومتعددة. أيضا نقطة أخرى، أبناء الداخل العاملين في منظمات في مراكز إدارية أو قيادية في المنظمات، هن أشخاص معظما للأسف يعني يتبنون سياسة المانح بشكل فظيع جدا، أكثر ما يتوقع المانح. يعني ما بيراعوا أنه يا أخي أنت جاك هذا المشروع، أنت مو بدك تعطي ردود عليه، بدك تعطي فيدباك عليه، أو قبل ما يتم طرحه هل هو مناسب لطبيعة المجتمع، هل رح يؤدي إلى نتائج إيجابية. خلص بيقبل بشكل فظيع جدا بدون مناقشة، خوفا من أنه تطير المنحة من إيده أو الدعم
يروح عليه. فأنا سبحان الله يعني هذول الأمور السريعة يعني حبيت أنا أعرج عليهم وأحكي عنهم لأنه مواضيع كثير حساسة. الالتزام الزائد عن اللزوم الذي يصل إلى حد التملق مع المانح. الأمر الثاني القطاع التعليمي يعني يعاني من صعوبات كثيرة. الأمر الآخر تأهيل المهني ذوي الاحتياجات الخاصة اللي ازدادت نسبتهم بشكل فظيع جدا يعني بعد الأحداث المريرة اللي عدينا فيها في السنوات العشر الأخيرة. فهذول النقاط الثلاثة أنا حبيت أحكي عنهم لأنه أنا ابن هذا المجتمع يعني، ومع احترامي لجميع المجتمعات وإخواننا في الدول الأخرى، وأسأل الله يعني يفرج عن الجميع. شكرا كثير لكم وأعتذر للإطالة. جزاكم الله خير. أنا بس حرد على النقاط دي أخت أميرة. لم تكن مشاهدة ما يتلبى الطموح، لأن تعرف لماذا أخي الفاضل؟ لأن احنا قتلنا الطموح بالسلة الغذائية. اللاجئ أو النازح لما خرج من أرضه خرج متحمس أنه عايز يعمل شيء، لأنه خارج وعنده رؤية وعنده حلم وعنده قدرة وعنده خبرة وعنده مهنة معينة. لكن احنا ما استفدناش من هذا الحماس عنده وعند عيلته في أول ما خرج، وقتلنا هذا الحماس بالاعتماد الشديد الزائد على السلال الغذائية اللي قتلت هؤلاء وحولتهم لمستجدين وحولتهم لمستهلكين وليس منتجين. ودي سياسة بمنتهى الصراحة، وأنا أقولك بمنتهى الصراحة، كل المنح اللي بتيجي من المؤسسات العظمى منح بتحول النازحين واللاجئين إلى ناس مستجدين. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا من حقي أنا كلاجئ أو نازح إن أنت بتديني كيس الخبز أبتدي أتعلم شيء أو أبتدي أنخرط في شيء عشان أكون أنا نفسي حيثية في المجتمع فيما بعد. وده السياسة المانح اللي بتدي كل هذه الأموال بدالك بشروط لا تسمح لك إنك تؤهل هؤلاء الناس أو تجعلهم قادرين على الكسب أو العيش الكريم. فقتل طموح هؤلاء الناس، لأن خلاص أنت بعد 7 سنين أو 8 سنين أو 6 سنين من السلة الغذائية بتقول تعمل لك مشروع تنموي، قال لك لا أنا منتظر السلة الغذائية ومنتظر المساعدات بتاعتكم. دي نمرة واحد. التأهيل المهني ذوي الاحتياجات الخاصة ده يعتبر فرض عين كذلك يعني. ليه؟ لأن هنا عندك ذوي الاحتياجات الخاصة مش موردين معوقين، دول جايين بناء على اللي هو الصراعات المسلحة، اللي بطلت رجله واللي بطلت ايده واللي راحت عينه وكذا وكذا وكذا، فاصبح اعدادهم بالالاف ان لم يكن بعشرات الالاف. فاصبحوا دول عبء حقيقي على المجتمع في الداخل او في الخارج. فلا بد ان المؤسسات ترى اهميه لاستيعاب مثل هذه الفئه من اصحاب الحقوق. دي نمرة 2. التعليم معناه شديده طبعا يعني، لان لن نستطيع ابدا ان نكفي 2 مليون طفل اللي هم خارج التعليم. ما عادش بقى 3 مليون دلوقتي ولا قد ايه. ليه؟ لان احنا ما زلنا بننظر للتعليم ان هو تعليم تقليدي، ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه كذا كذا كذا. لابد ان التعليم عندنا يكون كذا مسار. في اطفال ما بيقدروش يدرسوا يعني كل المواد دي كلها. يعني لو احنا بدانا من 10 سنين أو من 7 سنين أو من 8 سنين مسيرة التعليم المهني مع الشباب دول، وكنا احنا عارفين ان القضية دي مش هتنتهي ما بين عشية وضحاها، كان زمان عندنا يعني آلاف من الشباب أو أكتر اللي هم عندهم مهن وحرف يستطيعوا انهم يبنوا بيها مجتمع الداخل أو في أي مكان يكونوا موجودين فيه. فالتعليم مش نوع واحد، التعليم كذا نوع من أنواع، في تعليم مهني، في تعليم مجتمعي، في التعليم العادي التقليدي إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أشوف قتل الطموح ده أدى أن كل هم وأمل الشاب الصغير أن يبقى موظف في جمعية، ما هو مش شايف حاجة قدامه تانية. يعني الجمعيات اللي بتشتغل في الداخل السوري قاسمة ليه؟ لأنها أصبحت هي يعني زي ما تقولي الأمل الوحيد للشباب في الداخل. ليه؟ الشباب عندهم إمكانيات، عندهم وظيفة، عندهم عربية، عندهم كذا 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 كذا. ليه؟ لأن في أموال بتيجي. فأصبح الشاب اللي جوه ده لأنه غيب عن التعليم
وغيب عن التأهيل وغيب عن الاهتمام به، أصبح مش شايف قدامه إلا أن يكون موظف في جمعية من الجمعيات دي كلها. أما بالنسبة لتبني سياسة المنح دي معضلة 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 كبيرة جدا، ودي بتأتي نتيجة فكر الشباب المسؤولين عن الجمعيات سواء كان في الداخل أو في الخارج في الأماكن دي كلها. يقول لك نحن عايزين نأكل الناس، أقف وقفة مع من حولك من الجمعيات وقول لا مرة واحدة، واللي يعرف يقول لا في يوم من الأيام هيعرف ينتج في اليوم الثاني. لكن كنا ما نقدرش أن في تعليق كده يا أخت أميرة بس أنا ما قدرتش أقرأ، اللي مش هيعرف يقف وقفة مع زملائه مش هيقدر يغير السياسات. لن تتغير السياسات إلا بالأبحاث وبالدراسات وبالإصرار على أننا نغير سياسة المانح، لأن المانح دي دولة أو مؤسسة. حتى الدول المؤسسات العربية الإسلامية ليها سياسة معينة قد لا تتفق مع ثقافة الشعب السوري أو الشعب اليمني، كل شعب عندنا ثقافة ولقيم ولأخلاقيات نتفق في كثير منها، لكن في بعض الأشياء ما نتفقش فيها حتى ولو كان مانح عربي والمانح مسلم. ده بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي انت اتكلمت فيها يا أخي الفاضل. أما ناخدها بالقدر الشرط دي، لو فضلنا ناخدها بالقدر الشرط هنمشي تبع، نبقى من أهل تبع أو من قوم تبع، ولا نرمن إلا أنفسنا. المتداخل السابع ولا الثامن يا أخت أميرة؟ أستاذي أمجاد العتيبي من السعودية، تفضلي أستاذي أمجاد معنا. يا أمجاد عتيبي مش عتيبي، عتيبي بالعو ضمه. يا أمجاد معنا أستاذة؟ في عندنا الأستاذة كفاية الخضور من الأردن. كفاية أهلا بكم العافية. الله يعافيك. كفاية خضر، أنا مش خضور. حياك الله كفاية. أهلا بكم، أهلا بكم، يعطيكم العافية صراحة. يعني كل اللي تفضلوا فيه إخواني وزملائي وزميلاتي يعني شغلات كتير مهمة لازم نركز عليها. إحنا للأسف يعني أنا يمكن خبرتي طويلة بالعمل الميدان مع المنظمات والهيئات والجمعيات الخيرية اللي بتشتغل مع اللاجئين، ومن خلال الأزمات اللي صارت يعني بأكثر من دولة، كانت سوريا أو بالعراق وباليمن، بنتعامل إحنا حاليا كنا بالأردن مع 5 جنسيات، والمشاكل اللي تم طرحها هي المشاكل اللي إحنا فعلا بنعاني منها. كل الناس بحاجة لدعم نفسي، الدعم النفسي هاي من الأشياء الأساسية اللي لازم نشتغل عليها. وأنا ما بحكي بس الدعم النفسي للستات فقط، لا للأسف يعني إحنا حتى كبار السن، حتى الأطفال، حتى الشباب، حتى يعني الشابات برضو بحاجة إلى دعم نفسي. أنا خلال فترة عملي السابقة مع اللاجئين كنا نعمل أنشطة ترفيهية بسيطة جدا لهاي الفئات، منها إنهم يكون في إلهم مجال يتنفسوا خارج المجتمع تعب اللي هم عايشين فيه، بالإضافة إلى جزئية بسيطة جدا من الدعم النفسي لإلهم. أنا مش متخصصة بالدعم النفسي ولكن بشتغل مع اللاجئين بأكثر من جهة بمواضيع مختلفة، فحاولنا نعمل معاهم تدريبات، نعمل معاهم أنشطة ترفيهية أو حتى اجتماعية على أساس نحاول نطلعهم من الأزمات اللي هم كانوا فيها. هلأ في شغلة تانية كمان بحب أحكيها، للأسف الشديد إنه حتى المنظمات أو الجمعيات العاملة بهذا المجال ما في عندها تنسيق موحد أو ما في عندها آلية إنهم يتعاونوا مع بعض. المستفيدين هم نفس المستفيدين، بيستفيد من هاي الجهة وبيستفيد من هاي الجهة، بيستفيد من هاي الجمعية، ومع العلم إنه بيكون في فئات كتير لا تصل إليها الخدمة يعني، وهذا ملاحظ مع إنه منحاول إنه يكون في توحيد للجهود لهاي الجمعيات على أساس إنه نطلع بإشي يكون موحد، بالإضافة إنه نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس والمستفيدين اللي بهمهم توصلهم هاي الخدمات. وبحب يعني أشكركم صراحة على هاي المحاضرة، صراحة كتير استفدت منها. أنا أول مرة بأخذ هذا الدبلوم وبتمنى أني أكون معاكم على طول، في كتير شغلات بحب الواحد يستفيد منها، وأي شغلة أو أي استفادة أو أي خبرة بتحبوا أني أشارككم فيها أنا ما عندي مشكلة. يعطيكم ألف عافية وشكرا كتير لكم. جزاك الله خير.
شكرا جزيلا يا كفاية. في الأخ طارق إبراهيم محمد بخيت من السودان. يعني دكتور نحن خربطنا الترتيب مشان لأنه الأخوة السوريين وراء بعضهم، فنحن نأخذ تنوع جغرافي هكذا. هاتي ابن النيل. ابن النيل موجود معنا الأخ طارق. الدكتور عبد الحميد حميد من السودان أيضا. دكتور عبد الحميد تفضل. دكتور نأخذ الأخ مأمون أحمد عرفات من سوريا. نعم أطرح أنا فقط بعض النقاط دكتور. في الأخ حكى على موضوع المتطوعون بناة المجتمعات الصامدة، يقصد بها المتطوعين في مناطق الحروب. وفي أيضا مهارات العمل الطوعي والإداري، حبذا لو تداخل بشكل يعني أي متطوع هو يعتبر قيمة وثروة لأي جمعية، ولابد نتعامل معاه على أو معاها على أنهم هم دول في يوم من الأيام هيكونوا رؤساء للجمعيات أو هيكونوا أساتذة في الجامعات إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أن التطوع جزء من مسيرة بناء حياة المجتمعات أو بناء كوادر المجتمعات أو بناء قيادات المجتمع، لابد ننظر لها بهذه الصورة. وأي متطوع له حقوق على الجمعية، يعني المتطوع اللي هيجي يركب مواصلات ويجي لي أدفع له حق المواصلات، أو عايز يأكل سندويتش أو وجبة أدفعها له، إن هيجي يقول عندي من الساعة 9 للساعة 5 بالليل وإحنا نازحين ولاجئين، أو شاب عايز يكتسب خبرة معاقبوش هو جاي يعمل لي عمل ببلاش، سواء كان بيحط معلومات في الكمبيوتر أو بيساعد هنا أو هنا أو هنا، فلابد على الأقل لابد على الأقل بديله تكلفة المواصلات بتاعته ووجبة يومية علشان تستطيع أنها تسد رمق الجوع بتاعه. ده النمرة واحد واجبه علينا. نمرة اثنين، المتطوع ده واجبنا عليه أننا نعلمه أو نعلمها. يعني ليه؟ لأن أنا بستثمر فيه، ومن يدريك أن هذا المتطوع أو هذه المتطوعة قد تكون أكثر باعا أو أطول باعا مني أنا في المستقبل. لا ما يدرينا، يعني ما يدرينا أن المتطوع هم قاعدين معانا في المكتب بتاعنا يطلعوا فكرة رائدة لم نحلم بها فتغير مسار المؤسسة كلها. فنعتبر المتطوع ده أو المتطوعة هذه كنز لمعلومات وطاقة ورؤية لابد أن نستثمر فيها. ده بس رؤية المتطوع، مش المتطوع لما يجي عندنا أو المتطوع لما تيجي عندنا نحطها على جنب كده ونديها لا، ده لازم رئيس الجمعية يهتم بيهم شخصيا، يهتم بيهم شخصيا إن هم دول ممكن يصنعوا تغير اجتماعي في مستقبل المجتمعات اللي عايشين فيها. فده رؤية المتطوعين، فلا يعاملوا مجرد إنهم جايين كده أديله أشياء كده، يعني شيل الزبالة ودي الزبالة مش عارف، ده كلام فارغ كلام فارغ، وده جهل وللأسف جهل من مسؤولين عن الجمعيات. لكن المتطوع ده إن هو له قيمة، ولو احنا فعلناه أقسم بالله العلي العظيم ليعطينا أفكار وآراء ومبادرات قد لا تكون عندنا من قبل. فلذلك لابد أن نهتم به يا أخت أميرة، ولابد أن احنا نستثمر فيه كذلك، ولابد أن احنا نؤهله لسوق العمل. فاهمة دي وقت مالك أخطبيه؟ نؤهله لسوق العمل، يعني ما عندي 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، في الفترة دي أنا بأهله إنه يخرج بره ببعض الإمكانيات اللي اتعلمها عندي وحرفيات وتقنيات يستطيع إنه يشتغل بها في أي جمعية تانية. ده رسالتي مع المتطوعين. بس رد على سؤالك يا أخت أميرة، لو كان في شيء في التعليقات قلنا عليه عشان نرد عليه. نعم، في سؤال أيضا، ما هي الطرق أو الوسائل لتكوين مشاريع استثمارية يعني تجعلنا نعتمد على تمويل المؤسسات دون الاعتماد على الصدقات والدعم الخارجي؟ هل ممكن؟ هو طبعا في مسار بناء المؤسسات بيكون البناء الخيري اللي هو المدني، بيكون حواليه في بناء الوقفي،
وبيكون في حواليه بناء استثماري، وكل بناء فيهم بيختلف عن الثاني، لكن الاثنين التانيين اللي هو الوقفي والاستثماري بيصبوا في العمل اللي احنا من اجله اسسنا الوقف او اسسنا المؤسسه الاستثماريه. وكل هذه البناءات الموازيه اللي انا الاخرى اللي هي في الاستثمار او في الاوقاف يعين لها ناس يعني خبراء، مش اي واحد يمسكها. انا مثلا هديك مثلا يا اخت اميره، انا مؤسس لمثلا مؤسسه اكس، خلاص، فالناس بيبصوا لي يا سلام انا برئيس مجلس اداره الوقف، غلط، ابقى رئيس مجلس اداره شركه استثمار، غلط، ابقى رئيس مجلس اداره شركه تجاريه، غلط. انا ربنا اكرمني بان انا عملت مؤسسة خيرية، لكن لا عندي فكر أو ثقافة أو خبرة الاستثمار أو الوقف أو التجارة. فلابد تسند هذه المهام لناس مسؤولين وخبراء، وتكون هذه المؤسسات متوازية وليست في داخل الهيكل بتاع الايه المؤسسة الأم. يعني مثلا تكون مؤسسة اللي احنا أسسناها اسمها مؤسسة حسونة مثلا، يكون جنبها شركة تجارية وشركة استثمارية ووقف، وكل هذه الأشياء أو هذه الكيانات يكون لها مجالس إدارة مستقلة عن مجلس إدارة اللي هو المؤسسة الخيرية، لكنها تخدم المؤسسة الخيرية، والمؤسسة الخيرية لا تديرها، لا تديرها. اوعى رئيس مجلس الإدارة بتاع جمعية خيرية يكون هو رئيس مجلس الإدارة بتاع التنين، هيفشل، مش تخصصه. انا دلوقتي ما ينفعش اخش في الاستثمار لان مش تخصصي، ما ينفعش اخش في اللي هو التجاره مش تخصصي، ما ينفعش اخش في الوقف مش تخصصي، لكن اجيب الناس اللي هم عندهم القدره. ايه استاجره يا ابتي ان خان مسجات القوي، القوي اللي هو الحرفي الماني اللي عنده خبره. الاستاذ بلال نعمان من اليمن، تفضل الاستاذ بلال من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأخواننا. أولا نقدم شكرنا الجزيل للدكتور، حفظك الله ورعاك، فقد جعلتنا يعني نريد أن ننطلق يعني بقوة في المجال. ما حد مسكك. في معوقات كثيرة بالنسبة لنا في اليمن. إن شاء الله ربنا يزيلها. اللهم آمين. فالجمعيات صراحة الجمعيات الخيرية وبعض المنظمات هي التي بحاجة إلى دعم نفسي أكثر من المستفيد حقيقة عندنا في اليمن. مزبوط مزبوط. نعم. مزبوط. فالله المستعان. الذي أريد أن أقوله يعني عندنا في اليمن في الغالب الطابع العام بالنسبة للمستفيدين الذي هو مثلا العيب، يعني أنت ربما أنت تريد أن تقدم فعلاً دعم نفسي لأرملة أو ليتيم أو ليتيمة أو لأي كان في المجتمع، فمن باب من هذا الباب أو من هذا المنطلق إيش يجعلون منك أنك يعني تريد استغلال مثلاً هذا المستفيد أو تريد مثلاً منه شيء معين، أو فهذه الجزئية التي يعني أكثر ما يعاني منها الإخوة في اليمن خاصة في الجمعية الخيرية للأسف الشديد. أما بالنسبة للمنظمات، بعض المنظمات في اليمن يعني تصول وتجول في جميع المناطق، يعني سواء مناطق كانت تحت سيطرة مثلا الحوثيين أو تحت سيطرة الشرعية فهم يصولون ويجولون، وعندهم دعم نفسي من يعني ضوء أخضر، مو دعم نفسي فقط، لكن بعض الجمعيات يحسبونها مثلا على جهة معينة أو على حزب معين أو على جماعة معينة، فيكثر عليها الخناق سواء كان من الجهة الشرعية أو من جهة الحوثيين. فللأسف الشديد هذا ما نعاني منه أيضا في اليمن، يعني معاناة شديدة جدا جدا جدا، الذي هو مثلا تقديم الدعم النفسي سواء للمستفيدين أو للفئات التي في المجتمع تحت مسمى العيب أو تحت مسمى يعني أن هذا يعني أنت لا تقرب منه، بس اعطيه واذهب فقط. جزاك الله خير يا دكتور، حفظك الله على هذه الفصوحة. بالنسبة للدعم النفسي ما زال يعتبر وصمة في المجتمعات الشرقية كلها، حتى في المجتمعات اللي ما فيهاش نزوح وما فيهاش لجوء،
يعني لما يكون في مشكلة عند أسرة من الأسر بتخبي على بنتها أو ابنها أو أبوها أو خالها أو عمها إلى آخره عشان تبقى وصمة. دي المشكلة عندنا حاليا. الدعم النفسي بس مش للعاملين كذلك يا أخ بلال، لأن أنا أعرف القانون في اليمن عند المؤسسات الدولية إن العامل الدولي ما يستمرش في صنعاء، العمل في صنعاء أو في الحديدة أو في عدن أو إلى آخره مدة أكثر من 3 أشهر. لابد يخرج بعد قبل 3 أشهر دول ويأخذ أجازة لمدة شهر قبل ما يرجع مرة ثانية، لأن العمال الإنسانيين عندكم في اليمن بيصابوا بهذه المشاكل النفسية لدرجة أن بعضهم أصبح الآن يعالج نفسيا من كثرة الضغوط اللي شافها، كثرة المشاكل اللي شافها، كثرة النزوح اللي شافه، كثرة المعاناة اللي شافها إلى آخره. وأصبح حتى شباب عمال الإغاثة تحتاج إلى دعم نفسي، ليس فقط عمال الإغاثة، المجتمعات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي يا شباب ومستقرة في كل الدول العربية، في جزء منها من العائلات المستقرة محتاجين لدعم نفسي. الأب اتخانق مع الأم وحصل مشكلة أثرت على الأطفال، الأب ضرب الابن أو البنت في يوم من الأيام، حصل الجار، حصل كذا وكذا وكذا. وحتى تلاقي هذه المجتمعات المستقرة أصبحت تحتاج دعم نفسي. تعرفوا ليه؟ يمكن إحنا يا أخت أميرة في الماضي أو في الدورة عندكم عملنا محاضرة بتاعت الدعم النفسي والوحدي، وقلنا أنواع العشر ال 12 أسرة، فاكرة يا أخت أميرة؟ ال 12 أسرة. ولو إحنا رجعنا للمحاضرة دي مرة تانية يا أخت أميرة وعندكم تبعتيها للشباب اللي موجودين، هنلاقي إن أول خطوة في علاج المشاكل النفسية وأول خطوة للدعم النفسي هي الأسرة، سواء كانت الأسرة الكبيرة اللي فيها الجد والجدة والخلان والأعمام والأقارب والجيران والأصدقاء، أو الأسرة الصغيرة اللي فقط فيها الأب والأم. وكلما كبرت الأسرة كلما أصبح الدعم النفسي للأطفال ولأفراد الأسرة الصغيرة متعدد الأطراف. فلذلك الدعم النفسي دلوقتي مش بس عند الناس اللي في النازحين او اللاجئين اللي في المنتقلات، لا، ده في الاسر العاديه دلوقتي. يعني ممتاز الصراحه، في مشكله في العنوسه عندنا، سواء عنوسه ذكريه او عنوسه انثويه. يعني انا ما في شاب من احد الدول يعني كاد ان يلعني لان انا مش عارف اطلعه يشتغل في اوروبا. طب انا هطلعه ازاي؟ عايز بيشتري بقى يال 3 سنين يقول لي عايز اخرج عايز اخرج عايز اخرج عايز اخرج، انا مرتبي كذا 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 كذا، انا مش قادر اتجوز، مش قادر اعيش، مش قادر اعيش. طب يعني الشخص ده في يوم من الايام هينفجر، وهو عنده وظيفه وعنده اسره وعنده كل حاجه. فالدعم النفسي يا شباب ما اصبحش فقط عند النازحين واللاجئين فقط او العاملين اللي في الاغاثه، اصبح حتى في اسرنا نحن اللي احنا عايشين في وسطها والعياذ بالله. ده بالنسبه للدعم النفسي يا اخ بلال. أما بالنسبة اللي هو المناطق اللي هي بتصنف بتاع ده، فشوف يا أخ بلال، أنا تعلمت حاجة واللي علمها لي أصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين. في مناطق معينة ما كبرش فيها ومصرفش أموال كتيرة فيها. تعرف ليه؟ لأن في المجتمعات دي ناس بتراقبني، واخد بالك؟ يعني مثلا لو انا عندي مبلغ قد كده اطلع مشاريع صغيره، لان الناس اللي بره دول اللي بيراقبوني عايزين يقفلوني. النقاش ده حصل بيني وبين احد الاساتذه منذ 35 سنه، لما جه بيقول لي احنا في بلدنا الحكومه مضيقه علينا يعني الجمعيه بتاعتنا كبيره جدا جدا وكل شويه يقفلوها 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 يقفلوها. فكان الرد ده من 35 سنة أو أكتر اشتغل بالمقلوب. قال لي يعني إيه بالمقلوب؟ هو كان أكبر مني ب30 سنة على الأقل أو 40 سنة. قال لي يعني إيه بالمقلوب؟ قلت له يعني أنت ما تنشئش شيء كان كبير. احنا يعني دايما في العالم العربي بنحب الفخفخة والضخامة واللي كذا واللي كذا. شايف أنا بطلع كتفي فوق إزاي ده؟ زي فهد بلان لما كان بيقول لك أشرح لها عن حياتي وحاجة زي كده، هو وكان طلع كتفي فوق كده، نحب الحاجات المفخفخة دي، التخينة الكبيرة اللي كذا اللي كذا اللي كذا. لا، في مناطق معينة لما تحس ان النظام اللي عندك هو نظام قمعي
نظام أمني، نظام عسكري، نظام فاسد، اشتغل على مستوى صغير بس نسق بقى، نسق يعني إن شاء الله يكون التنسيق على مستوى الحارة أو على مستوى الشارع أو على مستوى القرية، لكن هتقب وتكبر هيقولك يقفلك الجمعية زي ما أنت قلت بالضبط. إحنا مشكلتنا يا حبيب قلبي، وأنا عارف كتير جدا من الجامعات الكبيرة في اليمن، لأن أنا بزور اليمن من 95 من أيام بعد اللي هو الوحدة ما حصل الثاني الحرب اللي حصلت بين الشمال والجنوب من 95، وإحنا بنقول يعني إيه، بنقول نفس الكلام ده، إخواننا ما تكبروش نفسكم في مناطق ما فيهاش نظام، في مناطق ما فيهاش عدل، في مناطق ما فيهاش حرية، هتكبر نفسك هيقص رقبتك. اشتغل صغير وبس نسق مع كم جمعية جنبك، وما ما تكبرش المزينة بتاعتك. أنا أعرف جمعيات في بلد ما تعرف تعمل إيه؟ ما بتدخلش الفلوس في المكافأة في الحسابات، عشان موظف الأمن ما يبص على الحسابات بتاعته يقول لا ده أنتوا عديتوا كذا تعالوا لي. ها؟ أعرف جمعية أخرى كبيرة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عبرك كلكم تتخسعوا في مليارات، لكن ما بتدخلاش الفلوس ده، بتعمل إيه؟ بتقول للمانحين بتوعها والله أنا عايز أعمل مستشفى، عايز الأرض في المحافظة الفلانية دي، واحد يشتريها الأرض باسمها دخل حق الأرض فيها؟ لا ما دخلش. وعايز مهندس يجي يعمل لي الرسمة، دخل فلوس للمهندس؟ لا، واحد يدفع حق المهندس اللي هو اللي بيرسمها. وعايز مقاول يجي يبني لي ده، يبقى المقاول ده هيجي يبنيها على حساب أحد الناس، ما دخلش فلوس فيها في الجمعية، اتبنت المستشفى. عايز حد يجيب لي إيه؟ عايز حد يجيب لي الفرش بتاع ايه بتاع المستشفى، عايز حد يجيب لي الاجهزه بتاع. فكل واحد من المتبرعين بيشتري حاجات بمئات الملايين وبيديها هديه، علشان ايه؟ ما الامن ما يجيش يقول له انت ميزانيتك مليار دولار، ودي في دول عربيه مش في دول اوروبيه، وحجمها اكبر من المؤسسات في الدول ايه الاوروبيه، لكن انا بس مش هذكر اسماء الدول. فمن ذكائهم، وانا يعني انا مش هقول لك ان انا علمتهم كده، لا، انا من ذكائهم انهم قالوا لا مش هندخل كل هذه الاموال فين؟ في حساباتنا، علشان المسعوره دي، الناس المسعورين، ها المسعورين اللي هم عايزين ياكلوا اي حاجه او يساء او كذا وكذا، يقول لك انا ما عنديش، انا دوبك حساباتي على قد حبه الحاجات دي كده. لكن المستشفى دي اتكلفت كام؟ الكلفه دي ممكن مثلا 100 مليون دولار، ولا دولار منهم دخل الجمعيه، كلها جت تبرعات عينية. دي فلسفة في استراتيجية عمل الجمعية، عشان تتفادى الصدام مع هذه الأنظمة اللي أنت بتعاني منها. تفضل يا أميرة. الأخ الأستاذ عادل السالمي معنا، لو في مداخلة صوتية، إذا ما في أطرح السؤال. ما أهمية الإعلام في الجمعيات الخيرية، وهل هناك ضوابط أو قوانين لا يمكن تجاوزها في توثيق المستفيدين؟ الإعلام محور أساسي في أي عمل في المجتمع، محور لا نستطيع أن نستغنى عنه أبدا، لا نستطيع أن نستغنى عن الإعلام. لكن الإعلام لابد يكون له أخلاقيات إحنا نحطها. الإعلام مهنة، وفي نفس الوقت حرفة، وفي نفس الوقت رسالة، وفي نفس الوقت استراتيجية. والإعلام متنوع، في الإعلام الحديث اللي هو عن طريق التواصل الاجتماعي ومنصاتها المختلفة، وفي الإعلام التقليدي القديم اللي احنا عارفينه بتاع الفيديوهات واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. لكن نعيش من غير أخلاقيات؟ لا. نعيش من غير قيم؟ لا. نعيش من غير ثقافة لينا نضعها في خلال رسالتنا الإعلامية؟ لا. نعيش من غير فلسفة فكرية وعقيدة لينا نحن في الإعلام؟ لا. نعيش من غير احترام صاحب الحقوق من الفقراء والمساكين ولا استغلهم كسلع؟ لا لا يعني لا. فلابد أصل الإعلام أخلاق وقيم وفكر وثقافة وفلسفة دينية حتى في الإعلام، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الفقراء والمساكين إلى آخره إلى آخره. فأوعوا تهملوا الإعلام، لكن علينا أن نغلف الإعلام بالأخلاق والقيم والثقافة والتاريخ والفكر والفلسفة والدين بتاعنا كذلك.
يوجد سؤال أيضا، لماذا يتم عندما يتم إرسال تمويل المشاريع والمؤسسات لا يكون هناك رقابة من المانح بصرف الراتب للكادر العامل في المشروع كامل راتبه؟ يعني لا يتم الرقابة على هذا الموضوع بطريقة مباشرة من المانح. أقول السؤال مرة ثانية كده عشان أفهمه، لأن أنا مستواي مش نعم، لماذا عندما يتم إرسال تمويل للمشاريع والمؤسسات لا يكون هناك رقابة من المانح بصرف الراتب للكادر العامل في المؤسسات والمنظمات؟ هل يكون هناك رقابة يعني من المانح يتم الصرف عن طريق نعم عن طريق إيه؟ لا يكون هناك رقابة من المانح بشكل مباشر، يعني في بعض الجمعيات تصرف رواتب وترفع رواتب أخرى للمانح، هكذا تقول أخت مداخلة. لا، هنا بقى بتتكلم أنت عن إيه أخت أميرة؟ بتتكلم عن المراجع القانوني الخارجي اللي هو بيديك الشهادة بتاعتك. أنت المانح اتفق معاك على مشروع في 10% أو 7% أو كذا مصاريف إدارية بما فيها المرتبات، واخد بالك؟ انت بترجعي له التقرير المراجع من جهه معتبره خارجيه، ان احنا نسميها اللي هو المراجع القانوني الخارجي. على حسب المراجع القانوني الخارجي ده، انا اعرف في بعض الدول، وللاسف يعني قولي معايا وللاسف 100 مره، بيجي لك يقول لك بصي انا هعمل لك اللي انت عايزاه بس مشي الموضوع. ده مجرم لو كان في مراجعة خارجية بالطريقة دي، ده مجرم، ما استعملش معاه. لابد نستعمل المانح بقى، هنا بقول لك ايه، لابد تجيب مراجع خارجي يكون عنده يعني ايه كريديبيليتي، مصداقية، هيكلف اكتر. يعني مثلا في مراجع خارجية هياخد منك اكس يعني كمية معينة بسيطة، مراجع هيكون اكتر، لانه المراجع ده بيتكلم عن ايه، عن سمعته في السوق. فلما يجيب لك مراجعة خارجي من الضعفاء دول اللي هم بتوع مشيت اضرب لي الورق كده وفي الخلاط وحاجة زي كده، هو ده فعلا ممكن يتضرب فيها كل التقرير وما تنفذش حاجة كمان. ودي في ناس بتعملها، يعني في ناس بتعملها، في مراجعين خارجيين في دول كتيرة جدا بيخشوا عليك ويقول لك عايزة كام، انا هعمل لك اللي انت عايزة. ده غلط، ده مجرم، ومؤسسة مجرمة ورئيسها مجرم. ليه؟ لأنه بيتعامل مع أموال إيه؟ المدقق خارجي. أنا آسف، شكرا، جزاكم الله خير يا أخ فواز. مدقق خارجي أنا مسميه الإكسترنال أوديتور، ولابد المدقق الخارجي ده بتاع الحسابات يكون عنده تاريخ وعنده مصداقية في المجتمع عشان تطمئن أنت كمانح. لكن المانح برضك ما يبقاش قبلها هو صاحبي. يعني أنا أعرف بعض الجمعيات اختلفت مع بعضها، اتخانقت مع بعضها، لأن في ثقة عمياء ما بين المانح وما بين مين؟ وما بين اللي هو المدير التنفيذي، فتخانقوا مع بعض فشرشحوا لبعض بعد كده. فبالتالي العلاقة ما بين المانح وما بين الجمعية تكون علاقة مؤسسية بشروط للمنحة، في التسلم وفي الإنفاق وفي المراجعة وفي تحديد اللي هو المحاسب القانوني الخارجي عشان تتفادي كل هذه الأخطاء. نعم، في الأستاذ معتز أحمد دبلوم خدمات اجتماعية من فلسطين من قطاع غزة يطرح سؤال، أن طبعا الأخ يعمل في لجنة الزكاة، يطرح سؤال كيف يتم التعامل مع الأسر في إعطاء المساعدة، وأي من المدة الزمنية حق لكل أسرة الاستفادة من المساعدة سواء نقدية أو عينية؟ يعني السؤال يعني قولي كده ثاني عشان أفهمه. كيف يتم التعامل مع الأسر في إعطاء المساعدات؟ هذا شق من السؤال. طب دي واحدة بس، الشق ده بتعمل أنت دراسة الحالة مع كل الأسر اللي عندك، وبتعمل لها يعني أنواع ودرجات على حسب حاجة الأسرة وعلى حسب توفر المال بالنسبة لك، ولا هم من غارمين ولا هم من فقراء ولا هم مساكين إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فأنت بتعملها، أنت بتحدد بناء على دراسة الحاجة. ده بالنسبة لدراسة حاجة الأسر. النقطة الثانية، المدة الزمنية التي يحق للأسرة الاستفادة من المساعدة سواء كانت النقدية أو العينة. هو بالنسبة لمصارف الزكاة لابد أن تصرف في الحول،
لكن انت ما هتديها لي انا النهارده، انا ممكن اصرفها النهارده كلها او اصرفها على حسب ما اصرفها، سواء كانت هي في معونات او في مصاريف دراسيه او الى اخره. فما لهاش مده زمنيه بعد ما ان تعطى لاصحاب الحقوق. مجرد ما سلمت لاصحاب الحقوق في هذا الحول، بعد كده اصحاب الحقوق هم عندهم القدره على انفاقها على انفسهم. نعم، في سؤال أو في تعليق من الأخ غيث هنا، المشكلة في تجاوز الأخلاقيات في الإعلام، عندما تحدث الدكتور عن الجانب الإعلامي في التوثيق، يعني هكذا نريد، يعني واحد يعني بيتجاوز أخلاقيا المهنة الإعلامية، احنا نعمل ميثاق للعمل الإعلامي، نعمل أخلاقيات لعمل الإنسان الإعلامي ونمضي عليه. يعني وللأسف احنا كجمعيات عربية وإسلامية ما حطناش الأطر اللي نطلع من خلالها المواثيق والمعايير العامة لكل مهنة داخل الـ العمل الإنساني أو العمل الاجتماعي. زي ما في للهندسة في ميثاق أو في قانون، وللطب كذلك في قسم بنقوله احنا لما تخرجنا بيسموه. كان اتفضل يا أخ سليمان عثمان، سليمان عثمان ده في واحد اسمه سليمان عثمان عايز يكون مدخله يا اختي كويس عمل بعض الاسر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسام اكمل الاجابه اخو سليمان. اكتبوا لي فنعمل المواثيق دي كلها. المواثيق دي بتيجي ازاي؟ ان احنا بنقعد مع بعض نتفق ونمضي عليها ونعتبر الخارج على هذه المواثيق خارج على العمل المهني الحرفي بتاعنا. هل احنا عندنا نقابه بتراقب مثل هذه الاشياء؟ ما عندناش. هل عندنا احنا مرجعيه بتراقب هؤلاء الناس؟ ما عندناش للاسف يعني. فذلك احنا ما زلنا بنحبو في السنوات الاولى من العمل المجتمعي وعمل مؤسسات المجتمع. تفضل يا اخ عثمان، يا اخ سليمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معكم سليمان عثمان من سوريا. في الشمال المحرر. أنا خريج تمريض وإجازة في كلية الشريعة، حاليا أدرس ماجستير في الإرشاد النفسي وإرشاد مهني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بارك الله فيكم. حقيقة يعني كفوا الزملاء ووفوا في طرح الفكر، وخاصة في مجال التعليم ومجال السلة الشهرية. التوظيف في المنظمات أصبح غاية يعني أمل للمتعلمين، هذا مشاهد في مجال الإرشاد النفسي والصحة النفسية. يعني كثير هذا الفرع بتحس ناس عم تدخلوا بشكل لا يوصف، أعداد جامعيين كبير يعني بوصل للمئات في هذا الفرع، وفرع الطب مثلا حتى بيفكروا انه ممكن انا ادرس او اشتغل في المنظمات واتقاضى راتبا جيدا. في افرع تاني احيانا ما بيتخلى حدا، حتى بيجي منح من بعض الجامعات انه مثلا فيزياء وكيمياء ورياضيات، بتلاقي قليله جدا من يدرس هذه الافرع. مساله رؤساء المنظمات حقيقه والمؤسسات غالبا تكون يعني حكر على هي المجموعه، يعني بتلاقي الشخص موظف مرته، موظف بنته واخته، احيانا غير مؤهلين وما عندهم برامج هدفيه وتوعويه حقيقه يمشوا فيها، وانما فقط يسير امور وفق ما يرونه مناسبا، يعني حتى يبقوا انه هني على نفس المنصب على نفس الكرسي، فما بيقبلوا اي شخص انه يجي مكانهم ويحل مكانهم افضل منهم سواء اكاديميا ولا مهنيا. وهذا شيء عم نشاهده حقيقه هون عندنا في الداخل السوري. يعني بتلاقي احيانا في روابط كثيره في مجال التوظيف، يعني انت احيانا بتقدم فقط بتعرف حالك خلص انه هذا الرابط لفلان، هذا الرابط لابن فلان مثلا لانه مقرب من القيادة، مقرب من الرئيس من المدير. فهي كتير عم نواجهها. يعني انا حاليا صار تقريبا سنة ما عم بقدر اشتغل في مجال معين من المجالات اللي درستها حقيقة. يعني صار الواحد الواجب انه يتعلم مصلحة ومهني لحتى يقدر يعيش. يعني صار الواحد فينا حقيقة يعني يبلش انه فعلا احنا كنا ضايعين من قبل ليش ما تعلمنا مصلحه ومهني حتى نقدر نعيش، لانه هلا هون في الداخل السوري الانسان فقط بيبلش او بيفكر فقط في كيف بده يقدر يامن لقمه عيشه، ما هو انه يطور نفسه. هاي للاسف يعني حتى انا اذا بدي ادخل جامعه وادرس صار تكلفه كبيره، يعني اني ادخل 400 500 دولار فقط سنويا، وكيف بدي امنها وكيف مع هذا المواصلات والامور الثانيه، وبيكون عندي عيلي وانا معيل هلا لعيلتين ثلاثه. فهي للاسف عم نشاهدها كثير، فما في أهداف ما في برامج حقيقة نمشي عليها. وبتلاقي توظيف النساء، يعني أنا ماني ضد هذا الأمر، أكثر بكثير من الرجال. يعني حتى
باليوم مثلا ممكن ينتشر 100 رابط لتوظيف، ممكن 90 واكثر لنساء، واحيانا في اماكن ممكن ما تناسبون. يعني انا بعتقد انه حتى في سياسي من قبل المنظمات ومن قبل الاداره في الخارج لحتى يعني لهي الدرجه، ما بعرف. طرقتوا على موضوع البازارات والاسواق الشعبيه، طبعا هي موجوده هون في الشمال المحرر بكثره، يعني في كل منطقه في يوم محدد انه في هون سوق شعبي، هون في مثل ما ذكرتوا حضرتكم انه في عالم ذوي اعاقه كذا، فعلا عم يقوموا بهالامر هذا وعم يستثمروا المال الصغير الموجود بين ايديهم لحتى يعملوا ويقدروا يعيشوا من وراه. يعني فانا حبيت فقط احكي بهي النقط. الله يبارك فيك. بالنسبه للسوق الشعبي يا اخ، حضرتك اسمك سليمان، سليمان عثمان، السوق الشعبي لازم يكون كل يوم، مش بس يوم واحد في الاسبوع، ما هوش فزعة كده، يكون شيء يحرك المال من الاسره للشارع او من الشارع للاسره ومن الاسره للمجتمع. تمام. هو كل يوم في منطقه معينه، يعني ذاكرين هاي المنطقه يوم فلاني، فالشخص بيذهب لهي المنطقه في اليوم، في هاي المنطقه في يوم، فبيتنقل. النقطة الثانية بتاعت اللي هو اللي هي كنت انت قلت ايه اللي قبل السوق الشعبي، كنت انت قلت كذا نقطة بس انا مش ما كتبتهمش للأسف، كنت متمتع. توظيف النساء، توظيف النساء والحكر. تعرف ليه توظيف النساء؟ لان المنح الغربي بيفرض على الجمعية انها توظف نساء، فهم بغض النظر احنا بنحترم النساء، سواء النساء دول متوظفين لشيء هم فعلا احنا محتاجين لهم فيه او عشان ناخد بيهم المنحه بنوظفهم. انا اقول لك بالظبط، يعني المانح الغربي بيطلب من الجمعيه على الاقل يكون عندي 50% من موظفين نساء، فده اللي احنا بنتكلم فيه. نتكلم تاني في اللي هو المجتمع اللي هو لسه بادئ وما فيهوش نظام رقابي جديد. يعني شوف، انا بقول عشان بس احنا نكون ايه، لما نجلد انفسنا صح. المجتمع السوري مع كل الاخطاء اللي احنا نتكلم عنها دي الا انه انجز انجازات غير عاديه، سواء كان على الداخل السوري او الخارج السوري، مع كل اللي انت بتتكلم عنه ده واكتر. احنا الاخفاقات دي كلها ليه يا اخ سليمان؟ لان ما فيش اجهزه رقابيه قويه تستطيع انها تراقب وتحدد مسار هذه الجمعيات. فكل التجاوزات دي بتحصل ليه؟ لأن احنا مازلنا في مجتمعات غير مستقرة في الداخل السوري. ننظر دلوقتي للخارج السوري، مثلا في بلد زي تركيا، في الأول كانوا سايبين الأمور مفتوحة إلى أن بدأت بعض التجاوزات والأخطاء، فبدأوا يغلقوا أشياء كتيرة جدا، وبدأوا يراقبوا مراقبة صارمة ويفرضوا عقوبات. الحكومة فعلت بقى، لقت إن في بعض الجمعيات إما بقصد أو غير قصد أو بنية أو بغير نية تجاوزوا الخطوط الحمراء. قال لك لا، دي منطقة صراعات، وقف وقنن إلى آخره. هذا الموضوع موجود أيضا في سوريا، في لبنان، وموجود في الأردن. ليه؟ لأن في دولة بتراقب هذه الجمعيات. هذه الدولة بتكون عندها حساسية من عمل مثل هذه الجمعيات، خاصة لو الجمعيات دي جمعيات جاية مهاجرة إلى أراضي الوطن اللي بيستقبل اللاجئين بتوعها. فاحنا دلوقتي واحنا بنقول على أخطائنا احنا كده، براحتك، أنا مش هجلد الشعب السوري كتير. ليه؟ لأن أنا ما عنديش حتى في الداخل السوري أخ سليمان، ما فيش مؤسسات أو بلديات أو مؤسسات الحكومة هناك تستطيع أن تراقب الجمعيات دي كلها، كلها إما ناشئة أو ضعيفة أو غير موجودة. فلذلك نحن نضع كل هذه الملاحظات، لكن عارفين عشان نكون واقعيين مش هنقدر نتعامل معها بمنتهى الحرفية والمهنية والقوة. ليه؟ لأن ما فيش أجهزة رقابية قوية موجودة في الداخل السوري، لكن لابد أن نعلن عنها كل شوية علشان نقول لأخواننا دول لا تتجاوز. لكن في عدم وجود رقابة، المثل المصري بيقول لك ايه؟ المال السايب يعلم السرقة. المال السايب يعلم السرقة. المال السايب معناه ايه؟ معناه ما فيش رقابة. تفضلي يا أخت أميرة.
يوجد سؤال دكتور. نحن أمام ضرورة تقنين العمل الخيري وضرورة التشبيك بين المنظمات العاملة في مجال الإنسان. ده بقى يجي من اللي تعمله بقى يا أخت أميرة، منصة زي حضرتك كده بتعملوا الدورات وأبحاث زي المؤسسات الكبيرة اللي أصبحت فيها نضوج، زي مثلا شفق، زي عطاء، زي بنفسج، زي مسرات، زي وطن. دول بقى يقعدوا يمخمخوا، لان عندهم امكانيات ماديه، عندهم فكر، وعندهم ايه كوادر. لكن مش هجيب جمعيه لسه ما بتطلعش مثلا 50,000 ولا كذا الزمها في هذا الموضوع. فالتقنين ده يجي من خلال المؤسسات الكبيره بالتواصل مع مؤسسات دوليه بتؤمن بنفس الفكر بتاعها. الاخ يتحدث عن محمد قاسم علي، مصلح اليمن، من اليمن، يتمنى أن يكون هناك، أن جميع المنظمات أو الجمعيات يكون هناك ضوابط في معايير الإعلام في توثيق أظن العمل الإنساني والخيري، خاصة دكتور عند توزيع المساعدات. يعني هذا موضوع جدا حساس، يعني نحن لازم ننتبه له، ما نوجه الصور للوجه، ما نصور طفل عم ياخذ سلة إغاثة. انا اتمنى يعني أياما يفرض علينا في الجمعيات والمنظمات الخيريه انه نصور، نوثق ممكن العطاء يكون توثيق غير صور. فنتمنى انه هذا الموضوع يكون في تعاون بين جميع الجمعيات لضبطه، وعلى الاقل لابد تاخدي اذن الشخص او المراه او الطفل او الاسره قبل ما تصوري. نعم، يتحدث الأخ أو الأستاذ عادل السالمي يقول هناك أخلاقيات إعلامية في الجمعيات الخيرية، يعني يجب أن توضع لها معايير ونظم داخلية داخل كل منظمة ومؤسسة. دكتورنا ما مسؤول عن وضع الميثاق والقوانين، يعني داخل أو المواثيق والقوانين الخاصة بالتشبيك أظن. دي شيء لابد أن نطوره. يعني إزاي كان ذكرت لحضرتك أن الجمعيات الكبيرة تقعد واخد بال حضرتك وتناقش مع بعضها كيف نعمل ميثاق، كيف نعمل قوانين مع بعضنا البعض، هم اللي عندهم امكانيات، وبالتالي يجمعوا نفسهم في مظله واحده ويبتدوا يفكروا هذا التفكير عشان تطلع دراسات بعمل ميثاق او عمل قسم او عمل قوانين. نعم، الاخ فواز ايضا يكتب مداخله، هناك بعض الاسر تاخذ بشكل مستمر وعلى مدار العام، بينما هناك اسر يعني لا يتم تحديد الاحتياج أظن هنا، إذا أسر تأخذ كثير وأسر لا تأخذ، هنا يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات وكشوفات. صح. ومسح في المنطقة يعني لتفادي هذا. نعم. الأمر والتنسيق والتنظيم بين الجمعيات، يعني أنا أستغرب هنا في الجنوب التركي دكتور، هناك بعض الجمعيات تمنح كفالات الأيتام تتجاوز $400 لليتيم الواحد، وهناك أيتام لا يحصلون حتى على كفالة واحدة، والجمعيات هناك في تشبيك، يعني خصوصا في هاتاي في تشبيك بين الجمعيات، وكل جمعية تعرف الطفل الذي يأخذ وتعطي. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا يجب ضبطها في من قبل الجمعيات والمنظمات. دكتور يعني أنا انتهيت في هناك تكرار لبعض المواضيع، من أراد المداخلة يتفضل. في أختنا الأخت ليلى، تفضلي أستاذة. هل تفضل. الله يعطيكم العافية يا رب. بس عندي تعقيب على الأخ سليمان، أعتقد اللي كان عم يحكي على توظيف النساء، أعتقد أنه بغض النظر عن التجاوزات من بعض المؤسسات اللي عم تصير، أنه يعني فعلا عم يكون في توظيف لنساء عم تكون من الأقرباء وما شابه ذلك، بس كمان يعني ممكن يعني أنه يكون في أنه وجود عدد كبير من النساء اللي صاروا فاقدات للمعيل اللي بداخل سوريا، هو اللي عم يخلي الجمعيات تضطر يعني أو مو تضطر أو يعني تكون فعلا هي عندها يعني قاصدة أنه توظف عدد كبير من النساء. ممكن تكون، أنا ما بعرف يعني، أنا عم أقول ممكن يكون إنه هذا إحدى الأسباب بتوظيف النساء أكثر من الرجال. وعندي تعقيب كمان على التوثيق الإعلامي للجمعيات المانحة، ممكن يكون في اتفاق عند كتابة العقد مع الجهة المانحة بآلية التصوير، بآلية التوثيق، إني أنا
يعني أنا حتى يعني نحن عنا كنموذج من مشروعنا، من يوم اللي بدينا بأول يوم بالاتفاقية عقدنا اتفاق إنه على عدم تصوير المستفيدات من الوجوه بشكل مباشر، أو إنه يكونوا موجودين بأي تقرير إعلامي أو أي توثيق إعلامي. فنحن كتبنا العقد بيننا وبين الجمعية المانحة، هي صار لها 3 سنين وإلى الآن نحن ما صورنا وجه مستفيدة إلا إذا كانت هي عند الإرادة إنه تطلع كإعلامي بشكل إعلامي على الصفحات أو على التوثيق للمانح. فهذا الشيء بيكون بالاتفاق مع الجمعية المانحة، أما الجمعيات اللي ما بترضى فهذا يعني صراحة يعني شيء تاني. يعني نحن لازم يكون في ميثاق مثل ما حكى الدكتور، إنه يكون في ميثاق يتفق عليه بين كل الجمعيات، إنه نحن هاد الميثاق يعتمد لحتى إنه نحن نعتمده على التوثيق الإعلامي لحتى ما نأذي لا طفل ولا سيدة ولا رجل عم نقدم لهم الخدمة أو عم نقدم لهم المعونة، لأنه هذا الطفل بيوم من الأيام ممكن يكبر يشوف صورته يسبب له أثر نفسي كتير سيء. فياريت والله يعني إنه يكون في ميثاق يعتمد بين كل المنظمات والجمعيات. شكرا كتير. في واحد اسمه عماد يا أخت أميرة. عماد، كيف يمكن التعامل مع الجمعية التي ترفض التعاون مع الجمعيات الأخرى، وكيف نتعامل معها؟ مش صعب أصلاً، وخلاص ما تتعامليش معها، يعني جمعية أو حادية مش عايز تعامل مع حد، خلاص نتعامل مع الجمعيات اللي تقدر تتعامل معها. يعني هنعمل إيه؟ يعني آدي الله ودي حكمته، جمعية مش عايزة تبص في وشك، مش عايزة تكلمك، مش عايزة كذا، مش عايزة كذا، خلاص أقول لهم جزاكم الله خير وخلاص. أخلي الرباط بينك وبينك زي شخص، زي ما يقولوا خلي شعرة معاوية بينك وبينهم، لا 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 نشتمهم ولا نهزقهم ولا نهنهم ولا نهملهم، حتى لو كان في احنا عاملين اجتماعات تنسيق نفضل ندعيهم لكل اجتماعات تنسيق، زي ما المثل أو الشاب يقول اتركت الباب حتى كلمتني ولما كلمتني كلمتني، واخد بال حضرتك؟ فواخد بال حضرتك. فبالتالي يعني في جمعيات هتفضل تدعي فيها في الاخر هتيجي. انا اعرف جمعيه هنا في بريطانيا رفض الناس تكون معانا، دي توجه يعني فكري اسلامي معين، لما اتقرصت في الاخر اتقرصت كده، شايف القرصه جت اشتركت معانا، وبرضك مش عايزه تقول لنا مشاكلها واحنا عارفين مشاكلها. تخيلي بقى يبقى واحد قاعد قدامك عنده 50 مشكلة ومش عايز يقولك، وجاي عشان تساعديه ومش عايز يقولك، واحنا عارفين مشاكله بس ما بنقدرش نفتح الموضوع ده معاهم عشان ما نحرجهمش. ففي اساليب في التعامل مع الجمعيات يا اخ عماد، انك بتحافظ على شعرة معاوية معاهم كلهم، اما الخصام والخلاف والحاجات دي كلها مش هينفعنا، هنتقسم. حتى لو رفض انها تتعامل معاك ابعت لها، لو انت عم مسؤول مجلس تنسيقي او حاجه زي كده ابعت لها اجتماعات، جم ما جوش مش مشكله، المهم انك تقول له اهلا وسهلا بيكم، كل ما يكون في اجتماع تدعيهم، كل ما تقابلهم في مجتمعات اخرى تسلم عليهم. في تفضلي. الاعلامي الاخ محمد الحامد من اليمن، في التوثيق الاعلامي وغيره من الشروط تنفيذ ما يريده الممول، يعني في بعض الأحيان يريد الممول شروط في التصوير والإعلام تتعارض مع المجتمع ومع المستفيد من حيث طبيعة المجتمع وطبيعة المستفيدين. كلمة لا، ما هو ده نرجع مرة ثانية اللي هو الشروط المانع اللي انت بتحطيها عندك في الأول وفي الآخر. أنا مش هاخد إلا لما الست تقول لي اتصور أو الواد يقول لي اتصور، ممكن تقول أنا مش هاخد منك شنطة عليها الشعار بتاعك عشان الولد لما يروح المدرسة العيال ما يعودوش يتريقوا عليه أو يستهزئوا بيه أو يتنمروا بيه، لا اديني الشنط من غير اسمك من غير شعارك، لكن أنا هوزعها لك. ممكن أجيب لك صورة لبعض الأسر اللي هم وافقوا إنهم يتصوروا وهم واخدين الصورة اللي ما عليهاش اسمك، صورة الكتاب أو صورة الشنطة نفسها. لابد أنا يا أخي الفاضل يكون لي شخصية في التعامل مع المانح، ليكونني هوية بس بحافظ بقى على هوية ايه اصحاب الحقوق. ده خد بالك انا ما بقولش مستفيدين،
بطلت أقول كلمة مستفيدين، أصحاب الحقوق مش مستفيدين. فأفرضها أنا على المانح من الأول، وما أخدش صورة إلا ما استأذن الأم أو استأذن الأب. نعم، الله يعطيك العافية دكتور. الآن الساعة 10:06 تقريبا، يعني شرفنا على الانتهاء. في عندنا فقط الدكتور جمال. دكتور جمال موجود معنا؟ جمال الجبوري دكتور معنا أنت؟ دكتور جمال كان في لقاء. جمال نعم، جمال الجبوري أعطى عندنا في الدبلوم إدارة الجودة الشاملة في العمل الخيري والإنساني. كان ده هو جمال الجبوري من الأردن؟ نعم من الأردن. يبقى هو جمال الجبوري الأستاذ ده. نعم هو من العراق أظن. جبوري طبعا. تفضل. نعم. يا دكتور جمال. دكتور جمال معنا؟ خرج، يبدو أن الدكتور خرج. نعم دكتور نونهي. طيب. يوجد كلمة توجهها لنا نحن جميعا نساء ورجالا في العاملين في المؤسسات والمنظمات والعمل الخيري والإنساني، نريد كلمة هكذا توجهها لنا. طبعا العمل الإنساني محتاج ليكم كلكم أو لينا كلنا، محتاج نساء، محتاج رجال، محتاج شباب، محتاج شابات، محتاج كهول إلى آخره، محتاجنا كلنا. إن كمية المشاكل الإنسانية اللي بتواجه الشعوب في العالم لا تستطيع أن تتصدى لها حكومات بميزانياتها كلها. إحنا محتاجين لكم كلكم، كل واحد فيكم يعتبر نفسه إنه قيمة وقامة والمجتمع محتاج له، لكن هو يكون قيمة وقامة أخلاقية، قيمة أو قامة أخلاقية قبل أن يكون قيمة وقامة مهنية. فلذلك كل واحد فينا يا أخت أميرة ويا أخواننا وأخواتنا كلنا عليه أنه يؤمن بهذا العمل ويؤمن بمن يخدمه داخل هذا العمل ويؤمن برسالة هذا العمل ويؤمن بقيمة هذا العمل ويؤمن بقيم هذا العمل ويؤمن بأن صاحب الحق هو صاحب المال وصاحب الحق هو الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، علشان نبتدي نغير فكرة المانحين إن إحنا بنعطي الفتات من أموالنا لهؤلاء الناس اللي عايشين في الشوارع أو في العقول أو في الخيام إلى آخره. أبدا، هم دول أصحاب الحقوق، هم دول أصحاب أصحاب الأموال، وهم دول أصحاب المجتمعات. فلابد الفكرة دي لكل واحد فينا تكون كذا كالحلق في أذني أو في أذنيها، ما يغيبش عننا أبدا إن اللي احنا بنخدمه هو اللي بيصرف علينا، يدينا مرتباتنا، علشان نحترم الفقير ونحترم الأرملة ونحترم المسكين ونحترم العاجز ونحترم المريض ونحترم الشيخ كل والنازح واللاجئ ونعطيهم حقوقهم. لذلك هي رسالة يا شباب. والمحظوظ فينا اللي ياخدها دنيا ودين أو دنيا وآخرة، بمعنى إيه؟ بمعنى أنا بتقرب إلى الله بخدمة أصحاب الحقوق، فربنا سبحانه وتعالى بيتقرب إلي لأن أنا بأعلي من شأن أصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين. ده العلاقة اللي تكون بيني وبين كل من أقول أن أنا أساعدهم بأموالهم وليس بأموالي أو أموال جمعيتي، أموالهم. وهي مسيرة طويلة جدا، هي جزء من النبوة وجزء من الرسالة النبوية الشريفة وجزء من الرسالة المجتمعية. شكرا جزيلا لك دكتور هاني على هذا اللقاء المتميز. بصراحة أنا هذا اللقاء يعني ما شاء الله كان متميز جدا وترك أثر كبير لدينا نحن جميعا. في سلام لك من الأخوة من غزة، من قطاع غزة، موجودين معنا ضمن الدبلوم. سلام كبير لك من الأخوة. شكرا جزيلا لك دكتور هاني. الشكر الكبير والموصول للأخوات هاجر
والأخت الأستاذة فاطمة على هذا الأداء المتميز، أيضا كانوا معنا في المحاضرات وأثروها وأعطوها قيمة مضافة يعني. شكرا لكم جميعا دكتور، إن شاء الله لنا لقاءات قادمة، لنا مشاريع إنسانية قادمة، مشاريع تعليمية وتثقيفية في مجال العمل الخيري والإنساني. شكرا لك على هذه البصمة الرائدة في مجال العمل الإنساني، وجزاكم الله خيرا. شكرا للأخوة المتابعين معنا من المنصة ومن الدبلوم ومن خارج الدبلوم، كان هناك مشاركات من الأساتذة ومن الأخوات من خارج الدبلوم، حياكم الله، على أمل إن شاء الله يكون لنا لقاءات في دبلومات قادمة ضمن مشاريع متميزة لرفد هذه المنصة بشيء متميز وأكاديمي. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.